يجمعنا سوا شباب على الهوى يجمعنا سوا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى شباب على الهوى شباب مساءكم وطن مساءكم فرحة شعب مساءكم موعد يجمعنا لنعبر ولنهني أنفسنا بالمقدم الميمون مساءكم تواصل مستمعينا وابتهاج بمقدم السعد يوم استثنائي لطاقم شباب على الهواء مستمعينا علشان نحن نعبر وانتوا ايضا تعبرون كل المتابعين لبرنامج شباب على الهواء طبعا نوجه تحية خلفان لكل الزملاء الاعلاميين كفوا ووفوا وما قصروا من خلال البرامج المفتوحة سواء كانت في الإذاعة في التلفزيون المراسلين في كافة محافظات السلطنة نوجه لهم احلى تحية لكن يبقى لشباب على الهواء ايضا نبض اخر ويوم استثنائي لهم ونقول الحمد لله الذي عاد لعمان نورها وسراجها وبهجتها وقيدها جلالة السلطان المعظم سالما معافى الى عمان الحمد لله الحمد لله دائما وابدا على نعمه الحمد لله طبعا مستمعينا يوم راح يشاركنا فيه اطفالنا من داخل مستشفياتنا كذا بعض الأطفال فرحة رؤيتهم لمولانا حضرة صاحب الجلالة رؤيتهم للوالد بأمانة عشنا لحظات ولا أروع ورح تعيشونها أيضا أنتم مستمعين من خلال التجهيزات اللي جهزها جلال يعطي ألف عافية ونقول تواصل السلطنة بكافة أرجائها تواصل مهجتها وفرحتها واحتفالاتها بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة وصول سالم معافى إلى أرضه وبين أبناء شعبه محفوفا بعناية الله وتوفيقه ورعايته الحمد لله معكم في الإعداد مستمعينا مشاعل بن سعيد القاسمية وفي تقديم مشاعل بن سعيد القاسمية وخلفان بن سعيد العامري وفي المتابعة والتنسيق كل تحية لسيف بن سعيد الهلالي ومصممة الرمزيات لميس بنت بدر الحسنية وفي الإخراج يعطي العافية رائع جلال بن ربيع الخويطري دمت عزا دمت فخرا سيدي وبك الأجيال تستنير وتهتدي مشاعل القاسمية قابوس أنت معنى للسلام يا شعاع الشمس من بعد الظلام علي سعد كل عام عماننا وقابوسنا في قلوبنا جلال الخويطر قابوس أنت العز صانع مجدنا ألبسك ثوب الشفاء خالق الأكوان خلفان العامري فجر السعادة ها هنا وهنا نسائب شرقنا
شرقي ها هنا ها هنا ها هنا نسائم شرقنا شرقنا فجر السعادة ها هنا شمالها قمم الهمم الهمم وجنوبها بحر الكرام وتقول أهلا أهلا ضيفنا ضيفنا وجنوبها بحر الكرام وتقول أهلا أهلا ضيفنا بالعيد طاب زماننا بالعيد طاب زماننا شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456 وللمشاركة في سؤال فقرة على وين ارسال الإجابة على 90130 وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو عمان. شباب على الهواء. شباب على إذن مقدم السعد لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى. عنوان حلقتنا لليوم من برنامجكم الشباب على الهواء في حلقة استثنائية تمتد إلى 3 ساعات من الساعة 1 إلى تمام الساعة 4. متواصلين معكم مستمعينا بكل الحب بكل الشوق للوالد المفدى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم. من بعد 23 أشرقت الشمس بعد ليل طويل دام أكثر من 8 أشهر فعاد الحنان لأرض عمان فأصبحنا نتنسم نسمات هواء بعبير مفعم برائحة زكية فاقت جميع الروائح. نعم لأنها خالطت أنفاس القائد الوالد روح الشعب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عادت للورود ألوانها الزاهية وصار يعبق برائحتها الزكية اليوم يا مشاعل. اليوم أيضا تغنت الطيور بألحان افتقدنا سماعها وعادت البسمة في وجوه الطفل والكهل والمرأة والرجل العماني وأيضا الوافد. نفرح طبعا دائما وكل من على هذه الأرض يفرح، ليس فقط مستمعينا من على أرض عمان فرحوا ولكن أيضا من جاورونا في الدول الدول العربية جميع دول العالم شاركت هذه الفرحة بعودة القائد المفدى هو قابوس تفداه أرواح الجميع دائما بلا ثمن.
رجل السلام قرت أعيننا جميعا بوصوله إلى بلاده وبين أبناء شعبه، وأيضا هي التي تاقت لرؤية البهية لوجه جلالته حفظه الله ورعاه بعد وصوله إلى أرض الوطن سالما معافى. الكل كان فرح. نعم. مشاعل، أنا مباشرة راح أتوجه لك أنت بالسؤال. لا تقولي وين كنتي. هو سؤال التقليدي اللي الكل تعود عليه، يعني وين كنت يا ساعتها وكيف يعني استقبلت الخبر؟ بأمانة احنا كنا يعني مجهزين، كنا تقرير انا والمخرج جلال. جميل. وكنا طالعين، كان ودنا نقعد لما ان البيان ينزل، لكن للظروف ان احنا طلعنا لان كنا في برنامج وكنا خلاص متعبين. فطلعت من الإذاعة تقريبا على الساعة 6 أو في نفس اليوم، خمسة تقريبا، أي نفس اليوم على الساعة 5 طلعنا يوم الاثنين الماضية. فرحت، كنت قاعدة مع زوجة أخوي في أحد الكوفي شوب، وكنا قاعدين وهي تقول لي كل شوية تمسكين التليفون، شو اللي صاير؟ أقولها ولا شيء، إن شاء الله في خبر مفرح بإذن الله. بس قلت لها كلمة واحدة، تمنيت أني ما طلعت من الإذاعة لأن الجو هني مختلف. كنت تريد تعيش الجو يعني. بالفعل، وحتى رسلت رسالة حق أستاذ عفرة، يعني أنا يعني ندمت ليش طلعت، لأن بأمانة لما طلعت كنت قلقة أكثر. متى يا الله، متى لم أكون موجودة هني بينهم؟ أقرب للمعلومة. بالفعل. وأقرب للحقيقة، أكون يعني مطمنة أكثر أيضا. فهي هذا. وبعدين خلاص، وبعد ما شفت البيان بعد ما نزل البيان يعني حتى نسمات الهواء كانت مختلفة، كان الهدوء مختلف، كان رغم الضجيج اللي صاير، المسيرات اللي طلعت، الوناسة والفرحة اللي صارت، لكن يبقى كان هدوء اطمئنان للقلوب أن أبونا رجع، فحسينا براحة مختلفة الحمد لله. إذن هي فرحة كانت موحدة من جميع المواطنين، جميع الشعب العماني كانت فرحته. ربما نقول أنه ما في تمايز في المفردات، ما في تمايز أيضا في المشاعر، الحب والولاء والانتماء لهذا البلد ولهذا القائد العظيم. أنت وين كنت خلفان؟ أنا كنت هنا للتلفزيون. زين. أنت طلعت نشرة السادسة أتوقع، الخامسة كانت. نعم. كنا نترقب طبعا البيان يجينا في عادي في اي وقت، كان مبين انك يعني كذا كنت ننتظر شيء يعني. يلا والحمد لله، اهم شيء انه طلع البيان ورجع مولانا حضرة صاحب الجلال الى البلاد وهو يرفل في اثواب الصحه والعافيه، وعسى ان شاء الله هكذا دائما مشافى معافى باذن الله. امين امين يا رب. اذا حق لنا ان نفرح مستمعينا، ووجب علينا رفع اكف الدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل أن يديم جلالته ذخرا لهذا الوطن، وأن يلبسه على الدوام ثوب الصحة والعافية، وأن يبارك لنا في عمره. دمت يا مولاي ذخرا مدى الأزمان. يا نورا. إذا للتواصل في برنامج شباب على الهواء مستمعينا، حلقة استثنائية بديناها اليوم معاكم كذا بدري من الساعة 1، متواصلين معاكم لغاية الساعة 4 بعنوان مقدم السعد. إذا مقدم السعد إن شاء الله اليوم بدأ معكم من 1 ويمتد إلى 4 مساء مستمعينا الأكارم، وفيها نتشارك الفرحة سويا من أقصى عمان إلى أقصاها. من أراد منكم أن يشاركنا بالاتصال ما عليه الآن يتصل فينا على رقم 2469-8151، ولمشاركتنا من خارج السلطنة كل محبي الشعب العماني وكل محبي هذا القائد العظيم، وكذلك من الشعب العماني المغتربين في الخارج سواء كان للدراسة أو العمل، وراد يتواصل معنا ما عليه أن يتصل على 00968-2469-8218، وعلى رسائل النصية القصيرة على 90456. بابا قابوس، أنا اسمي فاتورة بنت يوسف، أنا أحب بابا قابوس وايد. الله يحفظه ويعوده بالسلامة، كل عام بخير. أحلامنا تكبر بنا هنا، تسري في دمنا شموس عمرنا. الحمد لله، اليوم طمنا على أبونا ومولانا وقائدنا قابوس. الله يشفيك ويا تاج رأسي ويعافيك ويخليك ذخر
لنا ولعمان وسجدنا لله سجدة شكر يوما سمعنا صوتك يا الحبيب. الحمد لله الحمد لله. سود مشهورين، سود لا قابوس، سود أهل ناموس، المسلمين كبر. الله أكبر. لا بابا قابوس بخير. بالفخر يرفع لواء تاريخي يسهر بلا طه، وبلادي عنوان الإباء، هذه بلاد السلطنة. معكم الوليد بخار سيد قاسمي وعمري 7 سنوات، وكل عام بابا قابوس بخير. صيد العويري الشعب يرفل في الأمان وفي النعم، يفديك يا قابوس من روح ودم. فاليوم تحتفل البلاد بعيدكم، والكل يهتف بالولاء وبالقسم. يا أيها السلطان يا ملك الورى، يا قمة أعلى من الجبل الأشم، في عمان والحصاد أنتم ترتفع بمثل ما ارتفعتم. من علا مسالك سلكتم، شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء، الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456. وللمشاركة في سؤال فقرة على وين، ارسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو عمان. شباب على الهواء. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب منورين. عماننا أحلامنا. مستمعينا متواصلين معكم في برنامج شباب على الهواء من الساعة 1 لغاية الساعة 4.
إذن استبشرت عمان خيرا بالعودة الكريمة لمولانا حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن محفوفا بعناية الله وتوفيقه، وعودة سلطان البلاد المفدى إلى الوطن يعني كعودة الأرواح المعلقة إلى أجسادها مشعل. يعني نقول لعمان اسعدي، نقول أيضا لبلد الأمن والأمان هنيئا لنا جميعا بعودة سلطان البلاد المفدى، عودة حكيم الأمة إلى أرض الوطن سالما مشافى معافى والله منا. هنيئا لعمان هذا الوالد الفد، يعني هذا القائد الكريم، هذه اليد المعطاة دائما لأبنائها بتواضع بحكمته بصمت برؤية المستقبلية الحكيمة. هنيئا لنا نحن كأبناء عمان بهذا القائد، ولنفخر دائما بأننا عمانيون أينما كنا. لو ندقق يا مشاعل في تفاصيل عودة صاحب الجلالة إلى البلاد يعني نجد أنها كلها حكم في حكم. يعني مولانا المعظم دائما يعني معروف عنه سواء كان في بلده في عمان أو في الوساطة المحلية والإقليمية والدولية عن حكمته. أكيد نعم. نرى حتى في عودته كانت الحكمة هي الأساس. يعني بالفعل تنظر إلى تاريخ عودته، إذا عودته بصمت بالفعل. بهدوء يعني أيضا أنا أقول أنه ربما كانت العودة تكون حكيم. أكبر من هذا راح يكون استقبال مهيب بالفعل. سواء كان من المواطنين العمانيين سواء بالفعل. كان من دول الخليج سواء كان يعني كلهم كانوا يريدوا أن يشاركون الفرحة نعم. ولكن مولانا المعظم لحكمة معينة ارتأى بأن تكون العودة بصمت نعم. بهدوء تليق بمقامه الرفيع السامي وتليق يعني بشعب عمان. دائما من تواضع لله رفع، ودائما هو هكذا وهكذا علمنا. ناخذ أولى المكالمات مستمعينا. السلام عليكم. مساء الخير لأخ مشاعل. مساء النور أخوي سعود. سعيد حياكم الله. سعيد حيا الله. سعيد حيا الله. كيف حالكم؟ خيرين؟ احنا بخير وطيب. طيبين. حياكم الله. من وين تكلمنا يا سعيد؟ والله من ولاية صحار طالة عمر. ما شاء الله، خبرني عن ولاية صحار وعن الأفراح والمسيرات. احنا شفنا صور كثيرة وشفنا تقارير كثيرة، لكن حابين منكم انتم من اللي عايشين هناك تنقلوا لنا الصورة ايضا. والله الحمد لله رب العالمين، لما استبشرنا بجيد الوالد جلال السلطان حفظه الله ورعاه كنا على الساعة 6:30 صلينا ركعتين حنا والأولاد مغرب. تحية لله مغرب. تعالى شكرا مغرب. لله تعالى على النعمة الذي أنعم علينا بوصول الوالد حفظه الله. الحمد لله. وكان يوم جميل ويوم أفراح في ولاية صحار، وعملت ولاية صحار في اليوم الثاني أفراح ومسيرات على شارع الكرنيش، وشاركنا الاحتفالات نعم. إلى المسيرات الشهيرة، مسيرات جميلة نعم. ولاية صحار وربما أيضا هناك كانت كافة قرى صحار يعني بالفعل. مشاركة في تلك المسيرة الحاشدة التي نعم. قاموا بها أهالي ولاية واللي صحار. عرفت أيضا يعني طلعوا شباب من مسقط علشان يشاركون إخوانهم في ولاية صحار المسيرات هذه. والله الحمد يعني عمان بكافة محافظاتها بكافة ولاياتها يعني تجدهم بأنهم كانوا ملحمة وطنية، هكذا تفجر مشاعر وطنية بالفعل. صادقة لهذا الحاكم العظيم لهذه السلطنة العظيمة والله الحمد. سعيد نعم نعم، خبرنا كذا عن يعني هل كنت متوقع وصول حضرة صاحب الجلالة الوالد هذاك اليوم؟ حد خبرك من قبل ولا كذا فجأة شفت البيان في التلفزيون؟ والله صراحة كنا ننتظر يوم بعد يوم، نترقب الأخبار ومعلومات تين نبيين إن شاء الله الأسبوع القادم. يعني كان يتداول على الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي والأسبوع أيوة التواصل على الواتساب، والأسبوع القادم مضى الأسبوع القادم ما يوحنا في لهفة وشوف متى بيجي، ونتسأل بعدين في أخبار في الواتساب إن اليوم بتسمع خبر جديد وما عارفين الوضع. يعني صراحة في أرق يعني عشنا لحظات في أرق يعني حتى صدر البيان، يعني نتأكد من المعلومة الصحيحية من وسائل الإعلام عن طريق التلفزيون من ديوان بلد السلطاني إن جلال السلطان الحمد لله وصل أرض المطاة والحمد لله. حينها صلينا ركعتين لله تعالى وشكرنا الله ونحمدنا ونتمنى التوفيق إن شاء الله آمين يا لمولانا جلال آمين السلطان آمين. الله يحفظ مولانا المعظم الله يسلمك. شكرا يا سيدي. مشكورين حيا تعرفي مشاعل
احيانا يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني ربما انه الشوق واللهفه لرؤيه مولانا سالم معافى، تجد الاخبار تنتشر صحيح. بانه قرب وصول صاحب الجلاله، وانه صاحب الجلاله راح يوصل اليوم الفلاني. يعني ربما انا وانت متاكدين والاخرين انه يعني يمكن هذه اشاعه بالفعل، لكن كنا نتمناها انها تكون دائما حقيقه. حاول تصدقها يعني بالفعل، ليش؟ لانك انت قرر. نحاول نصدقها يعني علشان نعيش، لانه بالفعل انتظرنا فترة طويلة، أول مرة يغيب هالغيبة الطويلة. والله الحمد الحين يعني أهم شيء استبشرنا بالبيان وبيان عبد سالم معافى. الحمد لله الحمد لله. إذا قابوس، يا غيثا لأرض عمان، يا نورا أضاء الأمكنة والأزمان، يا قلبا ما مثله في بني الإنسان، يا فريدا في عصره وحكيما دائما بفكره وبقيادته. إذا معنا اتصال زكريا زجالي. السلام عليكم. صفية عذران. السلام عليكم. عليكم السلام يا صفية، كيف حالك؟ مساء الخير والأنوار. كيف صحتك؟ مساء النور. الله يسلمك ويعافيك. يا مرحبا. مساء الوطن المزدان بنور صاحب الجلالة. الحمد لله. الحمد لله. مساءكم وطن، مساءكم فرح. الحمد لله. مساء، كيف الحال؟ الحمد لله عزيزتي صفية بخير، مساءك فرح يا رب. الله يعافيك يا حبيبتي، حياكم الله. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله يا صفية. صفية أنت استبشرتي مثل ما استبشر الجميع بعودة صاحب الجلالة إلى البلاد سالم معافى. أحس كذا شيء عندها. عندها شيء كثير يعني. أكيد إن استبشرت وفرحت وصحت وبكيت، يعني دموع ايام متواصله وانا بس ابكي. نعم. من الفرحه واني ما مصدقه الخبر، يعني الحمد لله. السلطان في السلطنه والسلطان في عمان الحمد ونحن لله. كنا ننتظر خبر، والحين الخبر صار حقيقه وهو في السلطنه ونحن مستبشرين بنوره وبوجوده بيننا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يخليكم. الله يسلمك. وين الفرحه صحيح. يعني كانت عارمه وكبيره وماخذ الكبير مع الصغير، حتى امس كنا نحتفل بساعه الارض. تخيل الأطفال اللي كانوا معي أول حاجة عملوها قالوا نعمل بالشموع اسم قابوس. يا سلام يا سلام. ما صورتي لنا. كانت احتفالية. يا ريت صورتي لنا يا سلام. مع ساعة الأرض وهم يرددوا السلام السلطاني. يا سلام. وهم يقولوا بابا قابوس، نحب بابا قابوس، رجع لنا بابا قابوس. إذن كانت أجواء جميلة جدا جدا بالفعل. يعني كل مناسبة الآن تحدث بعد عودة صاحب الجلالة وقريبة من هذا الحدث العظيم، يعني ربما قد نحتفل فيها بعودة صاحب الجلالة بالفعل. سبحان بالفعل. الله. وانتي يعني يا صفية قاعدة تتكلمين، المناسبات كلها تتخالف بعض، ولكن تبقى الأساس الكبير اللي قام عندنا نحن كعمانيون إن صاحب الجلالة بيننا، يعني مهما اختلفت مناسبات العالمية يبقى احتفالنا الأول إن صاحب الجلالة في عمان. بالفعل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا بحد ذاته فرحة كبيرة، يعني ما نقدر نوازيها بأي فرحة وبأي مناسبة ثانية مختلفة دام أنه هو موجود. والحمد لله. وفرحة أطفالك وترديدهم لبابا قابوس وكتابة اسمه بالشموع، يعني بأمانة مشاعر قاعدة توصلنا يا خلفان، قاعدين نشوفها قدامنا. أنا هذه المشاعر يا صفية أشوفها الحين أمامي، يعني مشاعر صادقة بأمانة أشوفها في مشاعر، أشوف دموع الفرح الحين تطلع منها، والله الحمد ربما هي دموع شوق وفرحة وكلها اجتمعت مع بعضها البعض واجتمعت في هذا المنظر اللي أنا أشوفه. أنتم ما تشوفوا بس أنا أنقلكم الصورة. الله يخليكم، ما شاء الله في الإعلام أبداً ما مقصرين من الله هذا الجانب. الحمد لله. يعني واجبنا واجبنا مثل ما يقولوا مغطين وزيادة. الله يسلمنا. واجبنا كله مباشر، كله يعني عايشين معنا اليوم ما شاء الله. الحمد عليكم. لله. يعني مهما قلنا انت وحدكم ما شاء الله تحتاج احتفالية لاحتفالكم بالسلطان. الله يسعدك. احنا كلنا نكمل بعض صاحب الجلالة. الحمد لله. أكيد أكيد أكيد. بارك الله فيكم جميعا، الله يخلينا ونحن عمانيون حيث نكون. الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا يا صفية. الحمد لله. سعيدين بالتواصل معك. الله يحفظك دائما على الخير. حياكم الله. على خير على خير ان شاء الله. مع السلامة. شكرا شكرا. الله يسلمك. إذا مستمعينا الكرام مستمرين ومتواصلين معكم في حلقتنا الاستثنائية اليوم للاحتفاء بالمقدم السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة عودة سليمة معافى، والله الحمد إلى بلادنا إلى أرض الوطن وبين أبناء شعبه، واليوم هؤلاء أبناء الشعب هذا القائد العظيم يحتفلون من أقصى عمان إلى أقصاها. ذلك ما نراه في الشوارع، ذلك ما نراه في البيوت، ذلك ما نراه في أماكن العمل، ذلك ما نراه في كل مكان احتفاء بهذا المقدم بالفعل. الميمون لحضرة صاحب الجلالة. نرى المسيرات معبرين
عن ولائهم وعرفانهم معبرين بعبارات الحب والولاء والعرفان لقائد هذه المسيرة، ويجددون الولاء أيضا والعرفان دائما في المدارس، في المؤسسات التعليمية والتعليم العالي. جميل. الكل يعني، فما بالك الطلبة اللي عايشين برا عمان اللي قاعدين يعني يعني يشوفون فرحة الشعب وخاطرهم انهم يعيشون هني، يتمنوا انهم يعيشوا هذه اللحظات في عمان. انا متواصل مع العديد من المغتربين سواء كانوا دارسين او كانوا في مجال عمل خارج السلطنة، يعني يقولوا انا اتمنى يعني اكون في البلد لحظة وصول صاحب الجلالة. هذا كانت قبل فترات، والحين نشوفهم يعني يشوفوا كيف فرحة الشعب العماني، كيف فرحة ابناء هذا الوطن وهم في بلادهم، هم يحتفوا بوصول حضرة صاحب الجلالة ويحتفلوا فيه على أرض الوطن، يتمنوا بلهفة وبشدة أن يكونوا بيننا. الحمد لله. ولكن قولهم أنتوا خلكم مكانكم واحتفلوا في مكانكم، أيضا شاركونا الفرحة. وبالعكس شهادتهم اللي بيبونها بعدين هي فخر وعز العمان. الحمد بالنهاية لله. يعني مولانا دائما فتح صروح ومباني للتعليم كثيرة وتاح لهم مجال أنهم يدرسون خارج البلد، هذا في حد ذاته يعني خليهم يثبتون مكانهم هناك ويشدون حيلهم ويرجعون وهم محملين مسلحين بشهادة هذا التعليمية علشان يبنون الأرض، يبنون عمان، ودائما هم دائما مثل ما نقول ونردد هم دائما عماد اقتصاد هذا البلد. نروح لمشاركات المستمعين في تويتر شباب راديو مان مستمعينا والانستغرام على 90456 للرسائل النصية، على 24-6-9-8-1-5-1 للمكالمات الهاتفية. ورقية ناصر تغرد معنا في تويتر وتقول: كتبوا في الحب قوافيهم وأما نحن فقصيدتنا قاموس وقوافينا قاموس وحروفنا كلها قاموس. وتقول: كيف لا نحبه هو الذي منذ أتى وكان هدفه الأول العمل بأسرع ما يمكن لإسعادنا قابوسنا، هنيئا للجميع عودتك. إذا نواصل تقليب التغريدات اللي وصلتنا منكم مستمعينا الأكارم واللي شاركونا عبر تويتر. سنيد إشكالية تقول: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا أهلا وحب وحيابك، أنورت عمان بمقدمك الميمون سيدي قابوس، وبارك للشعب العماني نيابة عن قبيلتنا. من سنيد إشكالية كل الشكر يا سنيدة. كل الشكر سنيدة لك. طبعا أيضا بهي العمرية تقول: وقعوا خطاه قبيل المساء عاد إلى الأرض سلطانها طهورا ونورا لكم سيدي، هنيئا عمان وبشرى لهم مساءكم قابوسي. وشكرا جزيلا يا بهي. هيا في الشوف سيدي، هيا هيا ملقاك غيت We'll be right back.
الفرحة الحسناء غني لمقدمه السعيد، لمقدمه السعيد، وترفقي بالخطو مهلا لا تحيدي، وتجملي فقلوبنا الفرحة قد رددت لحبيبها مرحى، قد رددت لحبيبها مرحى، فتمهلي بالخطو وقابلي عيدا بعيدي سيدي، سيدي عودا حميدا، عودا حميدا، سيدي عمرا مجيدا، سيدي عمرا مجيدا. أبوس يا قلبا على هذا الوطن، أبوس إن جن تسد الكرام، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك 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 أرواح الجميع. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء، الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين ارسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء، شباب على الهواء. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب منورين. قابوس يا فريدا في عصره وحكيما سلمت في عصره عمان من كل شر وفتنة. لم يكن حاكم وكفى، كان الوطن وكنا المواطنين، كان الأب ولا زال، كان القائد ولا زال، وهو يظل حكيم الأمة مولانا المعظم حفظه الله. يا جامع القلوب حوله ومشتت ظلمات الجهل بوعي بصيرته، وباني حاضر عمان بعد أن استعاد تاريخها المشرف مكانتها بين الأمم، نجدد الوعد والعهد لك، سر بنا والدنا فنحن خلفك، لا نحيد عن رأيك ولا نتكاسل. مشاعل لما كنا صغار كنا نردد النشيد السلطاني من ونحن أطفال وفي المدرسة وكذا، وكنا نسمعه دائما ونردده بشكل يومي. زين، كان له وقع ولا نصبح له وقع آخر بعد ما كبرنا. صحيح. وحتى الصغار أثناء في المدرسة لما يرددوا النشيد السلطاني، حتى المدرسين من جنبهم، وحتى أيضا أي واحد يستمع إلى النشيد السلطاني سواء كان في التلفزيون سواء كان في المسيرات يردد، ولكن فيه وقع مختلف جدا. نعم. عن المرات الماضية بالفعل. سبحان الله، احنا كنا دائما نقول أبشري قابوس وجاب، لكن ما كنا نعرف شو معناها، ما كنا نحس، ما نركز في بالكلمة نفسها، ما نتدبر ولا نتفكر في معنى الكلمة. يعني الحين لما رجع صرنا نقول أبشري قابوس وجاء، عرفنا إيش معنات أبشري قابوس وجاء. تعرفي مشاعل، أيضا ما ننسى بأنه عبر صاحب الجلالة مثل ما قيل، وأنا سمعتها وأنت سمعتيها هذه المعلومة، بأنه هناك الكثير من الناس ممن استقبلوا صاحب الجلالة أثناء تقلدهم أو أثناء بداية حكمه في عام 1970. زين، فكانوا المواطنين فرحين بالمقدم الميمون لينقل عمان من نقطة إلى أخرى، ينقلها إلى التطور وإلى التمدن وإلى الحضارة والاقتصاد، ولله الحمد بعد لله. هذه المنجزات وصلنا، ويقال بأنه من لم يعش تلك الفترة فليعشها الآن وعاشها أيضا. لكن نقول شيء آخر نحن، بأنه هذه العودة وهذه الفرحة ربما قد تكون أكبر من تلك الفرحة، لأنه كانت عمان يعني بدأت من الصفر في تلك الفترة. صحيح. وكانوا الناس يتأملون خيرا بوصول حضرة صاحب الجلالة وبداية حكمه وعدهم، وأن يعيشوا سعداء وأن يصنع المجد، والله الحمد نحن اليوم في المجد ونعيش سعداء. صحيح. في هذا الوطن. وأول الفعل. خطاب قاله أول ما تولى مقاليد الحكم، سأجعلكم تعيشون سعداء، وهذا الرخاء والأمن والأمان أجمل سعادة إحنا قاعدين نعيشها في أرض الوطن، من مسندم إلى ظفار، من أقصى عمان إلى أقصاها، الكل الحمد لله، الكل يردد قابوس، الكل
يعني يقولها بكل اشتياق. وعلى طاري كلمة قابوس، خلينا نبارك بزميلنا، لزميلنا سعيد الخروصي طبعا. الله رزقه ولد، وبهذه المناسبة طبعا قابوس، يعني قابوس بن سعيد اسم على مسمى. الحمد لله، الحمد لله، مشاعر صادقة، يعني مواطنين يحبون أن الأسماء تكون مشابهة للوالد، مشابهة للحاكم، للقائد، يعني شو نقول احنا غير الله يعطي الصحة والعافية يا رب. مشاعر هذه العلاقة بين جلالة السلطان المعظم وبين شعب الوفي، يعني يحتار الشعوب من حولنا ويحتار العالم بأكمله من سر هذه العلاقة التي تربط جلالة السلطان المعظم بشعب بالفعل الوفي. بالفعل، يعني هذه العلاقة بدت راسخة الأركان ذات دعائم ثابتة أرساها طبعا صاحب الجلالة. ليش؟ لأنه صاحب الجلالة كان همه الأول وكان هاجسه الأول والأخير منذ بدء فجر النهضة المباركة هو المواطن. بالفعل، يعني تعرف الشخص اللي تغرب عن بلاده يمكن يعرف إيش معنات قيمة قابوس، إيش معنات قيمة الوطن، إيش معنات قيمة الدار اللي أنت عايش فيها، الأمن والأمان. يعني وأنت تسافر تلقى تساؤلات كثيرة، يعني إحنا دائما لما سافر تلقى نعتز ونفتخر أن نحط السيفين والخنجر كذا، البروش كذا على على تمثل هوية معينة، بالفعل على صدورنا كذا، وإحنا شامخين نمشي وإحنا يعني في كل المحافل خارج البلد. يينا تساؤل وكثير ما يانا هذا التساؤل، أنتوا ليش تحبون قابوس؟ أنتوا تحبونه صديق؟ يعني هل حقيقة هذا حبكم له؟ فيعني الرد كان يكون بكل عفوية، بالفعل هذا حبنا له. يعني فكان الكل يستغرب، طيب انتوا ليش تبوسونه، ليش تبوسون ايده؟ فكان الرد كان بسيط جدا، احنا دائما نقدر ابائنا بان احنا نبوس ايدهم تقديرا لكبرهم وتقديرا لمكانتهم وتقديرا لما هم عليه، فاحنا الابناء دائما نظل وهم الاباء، فهو دائما نشوفه هو الوالد. واحنا من وعين على الدنيا السلطان قابوس، السلطان قابوس طبعاً. الله يحفظه يا رب. شوي شوي شوف مسيرة التنمية في البلد، شوف الاقتصاد، شوف المدارس اللي انفتحت، شوف المستشفيات، شوف الإيد الخيرة اللي قاعد يمدها على الدول وهو بصمت بعكس الآخرين. تعرفي مشاعر، أنا كنت أتابع تلفزيون في الفترة المفتوحة في ثاني يوم، في ثاني يوم بعد وصول حضرة صاحب الجلالة. نعم. كان مع راشد السعدي، وكان راشد مستقبل معاه معالي وزير مسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي. نعم. فكان يحكي معالي الوزير عن نقطة معينة. كان يقول أنا وفي أحد من الضيوف كان زيرنا في السلطنة، كنت أنا وصاحب الجلالة وأحد الضيوف الموجودين معنا. فذلك الضيف كان يتساءل، يسأل من؟ يسأل صاحب الجلالة، أتساءل عن هذه العلاقة التي تربطك بشعبك، يعني أرى بأنه شعبك وفي شعبك يحبك بشكل كبير وأنت أيضا نفس الشيء تكون له نفس هذه المشاعر. يقول أنا أتساءل وأستغرب من سر هذه العلاقة التي تربطك بشعبك وتربط شعبك بك. فكانت إجابة صاحب الجلالة دقيقة ومحكمة ومختصرة، اللي هي كان صاحب الجلالة يرد على هذا الضيف يقول له الوقوف على مبدأ الصدق. يا سلام. إذن هي المصداقية التي بين صاحب الجلالة وبين شعبه، هذه العلاقة الحميمة، هذه لله. العلاقة الجميلة التي تربط بين السلطنة وبين أبناء هذا الشعب الوفي بسلطان البلاد المفدى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا هذا القائد الفذ، هذا القائد الحكيم، وأن يجعله ذخرا لعمان وأهلها. آمين يا رب. نستقبل معكم المكالمات مستمعينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساءك وطن وفرحة عامرة بإذن الله. الله يمسيكم بالخير أنت وصاحب الجلالة. أمين يا رب. ودوم الفرحة والمسرات. أمين إن شاء الله. على هذا الحدث وهذا الطيب الذي شرح الصدور وهذا الجي الذي نورت على عمان من جديد. الحمد لله رب العالمين. نشكر المولى على وهبته لعافية صاحب الجلالة. الحمد لله. من وين خميس؟ عندك الشاعر خميس بن مسعود النعماني من ولاية سويق بلد الخبة. حياك الله يا خميس. يا مرحبا. حياك الله يا الشاعر خميس.
إذا كذا أنا من أول ما سمعت صوتك وأنت تتكلم كان في بالي كذا أقول عنده قصيد. طبعا أنا شاعر في الميدان وفي المسبع. يا سلام عليك، هات إذا خلينا نسمع من الميدان شيء. أنا الآن عديت لكم في المسبع بعض القصائد، وعساها إن شاء الله أنها تكون في صميم الحدث. بإذن الله بإذن الله، دائما كلماتكم في صميم الحدث. الحمد لله رب العالمين. والكلام أقول هات القلم يا ولدي بكتب بنظم وبتكلم، هات القلم يا ولدي بنظم وبتكلم، وعلم هالعمان وخبرهم ولاد العم، وحتى الطفل ريتني طايب ويتبسم، واصل أمين المودة وصاحب الطيبة، معروف ماضيه وكل الناس تحتيبه، وماشي بمسيرة شعب يعرف بترتيبه، 23 زادت في القلوب أسهم، 23 لها الأعمان ليلة عيد، 23 ليلة لها الأعمان ليلة عيد، عود علينا المساء قابوس ولد سعيد، وقالوا لنا بخير وهذا القول بالتأكيد، عم الفرح في الوطن يا زينها جية، عم الفرح في الوطن يا زينها جية، وتسلم يا قابوس وانت خالص النية، وكل العماني معك يطريق يومية، وتميتها شلتي وباقي المثل بيزيد. يا سلام. ادفع ارفع تحية وطن للقايد وطيبه، أنا أرفع تحية وطن للقايد وطيبه، عودت يا سيدي بمليون ترحيبه، عودت يا سيدي بمليون ترحيبه، لحن المسبع نزلنا حن نغنيبه، لحن المسبع نزلنا حن نغنيبه، واصل أبو المجد، واصل أبو المجد طيبي يا ليالينا، واصل أبو المجد طيبي يا ليالينا، ويوم سمعنا الخبر بالحال فزينا، ونطلب بعون الإلهي ونرفع إيدينا، وكلنا نغني فرح شبان وشيوبة. الله الله يعافيك وتعود على الأوطان، اللهم آمين، ويكون أكبر فرح بجية السلطان، وكلهم يقولون عاش معمر البنيان، 45 الخير منك عم، والله يدومك ذخر يا سيدي وتسلم، طمنتنا الطيب علمتنا الطيب، ويلي ما فهم يفهم، علمتنا الطيب ويلي ما فهم يفهم، يراعي العدالة ورفعت الحق بالميزان، وسلامتكم الله يعطيكم. الله يسلمك. لكن احنا حابين مسموح شوية ميدان يا شباب، هو ميدان لهذه المناسبة يعني. سويت ميدان وعديته في المسيرة زين، لكن لو يكون مختصر ميدان صغير كذا مختصر، ميدان منك حابين نسمع ميدان عاد بأخركم شوية الحين، ماشي عقب دام انك تأخرنا عقب، ما عليك، ما نعذرك معذور، واللي قدمت يعني شعر جميل الشعر خميس النعماني، شاكرين لك لاتصالك، ومساءك وطن وأفراح دائمة. كانت مشاعر وطنية صادقة خرجت من قلب هذا الإنسان، ترجمها في إيش اسم المسبع وإيش قال؟ بالفعل المسبع. ما عندنا خبرة في هذا الموضوع، ولكن نقول شكرا جزيلا لك يا خميس، ونواصل احتفاءنا بالمقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى من خلال برنامج شباب على الهواء في هذه الاحتفالية، في الحلقة الاستثنائية لأسرة برنامج شباب على الهواء. جميل. يقول ياسين السرحاني هنيئا لك العرس يا هنا، هنيئا لك العرس يا عماننا، وهنيئا لنا عافية عمان أمانة فحافظ عليها. شكرا لك يا ياسين السرحاني. نحمد المولى جل في علاه
أن من على سلطاننا بالصحة والعافية وعاده إلينا سالما معافى، وأسأل الله أن يحفظ عمان وأهلها وأن يديم عليهم نعمة النعم ويزيدهم من أوسع فضله وعطائه، ومساوكم سعادة من حسن المحروقي. كل تحية والشكر لحسن المحروق. شكرا يا حسن، وشكرا أبو عمار السناني أيضا، مساءك وطن. وبطفول يقول: ما شدني دموع والدتي وهي تشاهد خطوات الأب القائد تنزل من الطائرة، قد شعرنا بالوحشة في غيابه، ولكن شعور كبار السن لا تصفها الكلمات. أنا من شفت صاحب الجلالة حبست دموعي خوفا من أن يراني الأطفال ويصمتون بعد فرحهم. أبو طفول، فرحة جميلة بالفعل. الواحد يعني وقتها من أجمل الأخبار ومن أجمل المفاجآت اللي حصلت لنا في عمان. دائما المفاجآت جميلة، لكن وصول صاحب الجلالة لأرض الوطن كان أجملها. وأيضا في يوم وصول حضرة صاحب الجلالة يوم 23 من مارس، هذا اليوم سيخلد في تاريخ عمان، سيحتفل به بإذنه تعالى، يعني كل سنة مثل ما يحتفل به العيد الوطني وبالمناسبات الأخرى ويوم النهضة مناسبات الأخرى في عمان. صحيح. سيحتفل بهذا اليوم، لأنه فعلا حق بأن هذا اليوم هو يوم ممجد، يوم استثنائي لدى جميع العمانيين، كانت فرحة ما مثلها فرحة. والجميل مستمعينا، يعني كل من كان يعبر ويشارك بإحساسه بأسلوبه، يعني حتى كبار السن صاروا يشتركون في الحارات في مختلف محافظات السلطنة، كل واحدة تطلع من جيبها مبلغ بسيط، يمكن ريالين أو حاجة، أو حتى الجارات تعيدوا، لا يقولون إحنا نبي نسوي وليمة بمناسبة نحتفل بمناسبة وصول حضرة صاحب الجلالة بالسلامة، ونوزع منه صدقة، يعني يشتغلون عليه بحب، لأن أصلا هم كانوا ينتظرون هذا الشعور وهذا هذا الخبر الجميل. إذن هذا الشكل من أشكال التعبير عن الفرح. صحيح. التي بداخل المواطنين، يعني نجد أن أشكال المسيرات تختلف من ولاية إلى ولاية، من محافظة إلى محافظة، من نيابة إلى نيابة، الكل يختلف. ربما أنا أريد أتفرد عن الآخرين بمثلا بالتعبير عن فرحي بهذه المناسبة، أقوم بشيء يختلف عن الآخر، فسبحان الله مثل ما أسلفتي مشاعل يعني في هذه هي العادة الجميلة التي يقوم بها هؤلاء النساء. ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الأفراح احتفاء بوصول مولانا حضرة صاحب الجلالة. مقدم السعد. إذا مستمعينا متواصلين معاكم في برنامج شباب على الهواء بعنوان مقدم السعد، بعد هذا الفاصل رح نرجع لكم. شباب على الهواء يجمعنا سوا، شباب على الهواء يجمعنا سوا. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ، هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميغرام، اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. جربتي من قبل؟ عندهم أطيب سمك، الأكل عندهم شيء خيالي. صدق؟ زين وغالي؟ ما أعرف، ما جربته ولا مرة، بس سمعت عنه كثير. تو أحلى وقت لتتقدم بطلبك للحصول على بطاقة HSBC الائتمانية حتى 31 مارس، وتحصل على خصومات حصرية وفرصة الفوز ب 300 ريال عماني. للمزيد من المعلومات اتصل على 800-74-722 أو قم بزيارة www.hsbc.co.om/cardscampaign. بنك HSBC عمان، تطبق الشروط والأحكام. احجز تذكرتين لك ولشخص آخر للسفر مع فلاي دبي على درجة رجال الأعمال من مسقط أو صلالة إلى دبي، مقابل فقط 300 ريال ذهابا وإيابا، أي تذكرتين بسعر تذكرة. استمتع بالمقصورة الرحبة وقائمة الطعام الغنية والخدمة المحترفة والبرامج الترفيهية. احجز حتى 31 من مارس للسفر حتى 10 من يونيو 2015. للمعلومات قم بزيارة flydubai.com أو اتصل بوكيل سفرك لحجز رحلتك اليوم، تطبق الشروط. يا ليلى
الكلام في الوراء حنا النسور الحي ما بحرابها واللي خلق هالأرض وانشت رابها ولا كها يوم انك انت ولا بها وحنا جنودك في السلام وفي الوراء حنا النسور الحي ما بحرابها حماها ما نهين من كشرت مثلا بنكسرنا بها وفبحورها نجري بكفيها عزاز لهجة الهوجة نقشنا خضابها أسستنا مجدا يرفرف في الذراء في الجوزاع الزرقا بنا برقابها يا شامخا بالعلم قد علمتنا كيف المعالي تنعطى طلابها أسستنا مجدا يرفرف في الذراء في الجوزاع الزرقا بنا برقابها شامخا بالعلم قد علمتنا كيف المعالي تنعطى طلابها يا مصدر العز الأبي شعبك أبي لعمانها مهما تعيش إلا بها وتفداك أرواح الجنود ودمهم عهد علينا ما نحس بحسابها رقطة في سردابها ولسلهمت عين العدا ما رمشت عين الحمات ولا تغلق بابها شرسنه بالموت لا حم الوطيس أو جلجلت رقطة في سردابها همت عين العدا ما رمشت عين الحمى ولا تغلق بابها طابوس يا نبع الندى رمز الفداء يا فخر تيجان العرب وانسابها يحفظك رب السبع كثر اللي حاول حتى تدك جبالها وهضابها
سعدت بعودتكم لعمان السعادة الموشحة بأطياف الفرح والابتهاج. فاليوم عيد، فاليوم عيد، رسمت ملامحه زهو الكلام. فقد غدا للشعر بحرا، وقد غدا للنثر حبرا، وقد غدا للرسم لونا وسحرا. سيدي، سيدي عودا حميدا، عودا حميدا، سيدي عمرا مجيدا، سيدي عمرا مجيدا. أبوس يا قلبك على هذا الوطن، أبوس إن جن تقسم الكرام، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك يجي معنا سوا، شباب عالهوى يجي معنا سوا. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب منورين. أبشري قابوس جاه، أبشري يا عمان بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة، وصوله سالما معافى إلى أرض الوطن. ودائما مساءكم وطن، مساءكم فرحة شعب مستمعينا، وما كنتوا تسمعونا اللي تعودوا يسمعونا الساعة 2، احنا بدينا مستمعينا من الساعة 1 ومتواصلين لغاية الساعة 4 في حلقة استثنائية لطاقم شباب على الهواء. طبعا كل الشكر لكل اللي تواصل وكل اللي شارك، من زملاء، من مراسلين، من مواطنين، من الكل اللي شارك هذه الفرحة، نوجه لهم أحلى تحية. وإحنا أيضا حابين نشاركهم ونشارك أيضا نبض الوطن اللي خارج عمان بإذن الله تعالى. إذا نفتح نافذة للجميع لنتشارك الفرحة سويا، مستمعين الأكارم من داخل عمان ومن خارج السلطنة. إذا متواصلين معكم مستمعين الأكارم، ومباشرة نذهب إلى أستراليا إلى أحد المغتربين في مجال دراسة. معنا سلطان السراعي. السلام عليكم سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله. خلفان مساءكم وطننا ومساءكم فرحة عارمة حقيقة من أستراليا إلى عمان. طبعا سلطان، المشاعر قد تكون أكثر للمغترب، يعني أجواء مختلفة معاكم. خبرنا عن طبعا فارق التوقيت أيضا لدور سبع ساعات. متى تلقيت خبر وصول حضرة صاحب الجلالة، وكيف كان شعورك يا سلطان، وين كنت؟ خاف تكونوا نايمين يعني، يمكن ولا في محاضراتهم؟ والله مشاعر مثل ما تفضلتي، بحكم فارق التوقيت كان وصول خبر بعد منتصف الليل تقريبا، الفرق سبع ساعات بالفعل، بس احنا كنا في ترقب حقيقة وفي تلهف لسماع هذا الخبر الذي طال انتظاره. وأول ما وصل الخبر طبعا الكل كان في فرحة ما تنوصف، طبعا الكل خرج من طوره، الكل احتفل، الكل حاول يعبر عن مشاعره وعن هذه الفرحة العارمة. ولكن سرعان ما انتابنا حقيقة قليل من الحزن بعد ما إذ رأينا أخواننا وأهلنا وجميع الشعب العماني يحتفل في سلطنة عمان وإحنا خارج الوطن. ولكن الشباب ما قصروا جزاهم الله خير، قاموا سرعان ما قاموا بتجهيز برنامج وحفل بسيط على أساس أنهم يحتفلوا ويعبروا عن فرحتهم بالمقدم الميمون. الحمد لله، أهم شيء أنكم احتفلتوا، ومثل ما يقال لكل مقام مقال. وأنتم في أستراليا وبعيدين، كنتم تتمنوا طبعا أنكم تكونوا مع أهلكم في عمان، لكن شاءت الأقدار وكنتم في أستراليا. طبعا أكيد احتفلتوا، يعني كيف عبرتوا عن فرحتكم سلطان وأنتوا موجودين هناك مع أيضا المغتربين الآخرين اللي درسوا معك؟ وهل شارككم خلفان عفوا سلطان، شاركوكم جاليات أخرى في هذه الفرحة؟ خبرنا عن الأجواء اللي عشتوها هناك. هو طبعا لحظة وصول الخبر خبرتكم الكل كان يفكر بالضبط كيف احنا راح نحتفل، كيف بنعكس صورة
أو فرحة الشعب العماني خارج أرض الوطن، وكان في هناك عدة فقرات فكروا فيها الشباب من ضمنها كتابة الشعر والقصائد والخواطر والخروج بالزي العماني في شوارع سيدني بالاحتفال بهذه المناسبة وأخذ الأعلام العمانية، وكانت أيضا الحلوى العمانية والقهوة العمانية حاضرة في التجمع البسيط الذي أقامه الشباب بمقاطعة نيو ساوث ويلز بسيدني، وكنا أيضا في تواصل مع الشباب الآخرين العمانيين في باقي المدن في أستراليا في بريسبن وفي فيكتوريا كذلك وفي ملبورن، وكان الجميع في فرحة عارمة وكان جدا شيء رائع ما ينوصف تماما الحمد لله، وقدرنا أن نعبر عن هذه الفرحة. طيب يا سلطان، يعني جميل هذا التعبير منكم كطلبة مغتربين خارج السلطنة الحين، وأنت صوتك مسموع من خلال منبر إذاعة الشباب من خلال هذا الأثير، شو تحب تقول للقائد بهذا المناسبة؟ والله مشاعر انت حطيتيني بصراحه في موقف صعب جدا اني انا الحين اعبر عن مشاعري او اني اوصف فضل قائدنا المفدى علينا احنا، يعني هو من تلقى الحكم وليومنا هذا ما شاء الله عطاءاته ما تنوصف ولا تنعد اساسا. فحقيقه بس انا احب في البدايه اهني كل مواطن عماني سواء خارج او داخل أرض الوطن بهذه المناسبة العظيمة وبالقدوم المقر الميمون لحضرة صاحب جلالة إلى أرض الوطن سالما معافى، وما أقول غير الله يطول في عمره وشفوه لكل مواطن عماني. آمين. أيضا مشاعل، يعني سلطان زميلنا في الهيئة العامة على التلفزيون هو مراسل لنا باللغة الإنجليزية، ما شاء الله ما شاء الله راح يتحفنا بعد باحتفاليتهم يعني بتقرير تلفزيوني إن شاء الله في نشرة أخبار الإنجليزي بإذن سلطان الله. يعني أنا الحين وأنت قاعد تتكلم أكتب في الورقة لخلفان كلمتين ما تخبرين كلمتين يعني الكلمتين اللي كتبتهم يعني هو رد، أنا رديت عليش على هذه الكلمتين. نعم. يعني خلينا أقول ليش ما أقول، قلت له متحدث جميل، يعني بالفعل أنت متحدث جميل ولبق وأسلوبك ما كنت أعرف أصلا أنك أنت زميل معانا في الهيئة، احنا نوجه لكم احلى تحيه وين ما كنتوا طبعا. يعطيكم العافيه مشاعل، ونحن كذلك نشكركم حقيقه على متابعتكم واهتمامكم بكل مواطن عماني سواء داخل او خارج ارض الوطن، وما شاء الله يسلمك مغطين وما مقصرين واقفنا يا سلطان واقفنا. قليل في حق هذا الوطن الله. قليل يا سلطان، عساكم على القوه ان شاء الله، والله يعطيكم الصحه والعافيه وترجعون وتنورون ايضا انتم. شدوا حيلكم عاد ها، امين ان شاء الله. مع السلامه، يلا حبيبي متلاقين على الخير ان شاء الله. مع السلامه. عمانيون حيث نكون داخلنا عمان هوى، وأين نعيش أو نحيا عمان لنا تراب سماء، عمانيون حيث ومقدم السعد مختصر جميل للمشاعر الوطنية الراقية التي ارتسمت في الأرض العمانية،
كل المكان والأنظار والأرواح تهتف أبشري قابوس وجاء، عبارة رددتها القلوب والأرواح قبل الخناء الحناجر، وهي مؤيدة ومؤكدة على العهد والولاء والانتماء للأب القائد والسلطان المتوج على عرش وطنه وشعبه بالحب والعرفان. اللهم نسألك بعدد ما لبى حجاج بيتك الحرام، وعدد ما نزل من خير السحايب، وعدد ما أنبتت أرض عمان الخير خيرها، وعدد ما في سماء عمان من نجوم، أن ترزق أبونا ووالدنا وسلطان عمان قابوس الصحة والعافية والعمر المديد. اللهم أنك قريب مجيب دعوات الداعي، اللهم آمين. إذن شكرا جزيلا لك، وأيضا اختلطت مشاعرنا بين فرح ودموع وحمد وشكر لله عز وجل على ما من به على عمان وأهلها بعودة نور عمان والدنا الغالي، اللهم احفظه بقدر حبنا له في الله وأنه نبض عمان وقلبها الحنون. أمين يا رب. طبعا مستمعينا، احنا طاقم شباب على الهواء حضرنا لكم كذا تقرير جميل من أحد المستشفيات، هو من مستشفى السلطاني وأيضا من المستشفى العسكري. مستمعينا خلونا كذا يعني عطينا فرصة أتحنا لكبار السن وللأطفال أنهم يشاركون فرحة قدوم الوالد الأب. بأمانة كانت يعني مهما إحنا يعني قدمنا من التقرير، لكن تبقى الفرحة اللي احنا شفناها هناك في عيونهم ويعني ما تنوصف بأي كلمة. يعني الواحد يطلع من المستشفى يقول الحمد لله والشكر لك يا رب، لكن بأمانة هناك في ناس وفي أطفال يعني حتى لما تقولهم يعني شفت بابا قابوس يعني عيونه تدمع، يقولي أيوة شفته وفرحت، يعني ما قادرين إيش كثر نعبر لكم مستمعينا باللي شفناه إحنا من داخل مستشفى يا خلفان. إذن هو حب يجري في الدم ويسري في العروق، يعني حب صادق يخرج من القلب، هو سلوك تربوا عليه أبناء هذا الشعب منذ الصغر وحتى الآن. سمعت واحد أحد المتصلين يقول أنا من كنت صغير وأنا أردد بابا قابوس بابا قابوس، وأنا أكبر وبعدين التحقت بالدراسة العليا وبعدين اشتغلت وبعدين تزوجت، وها أنا أخلص وأنا متقاعد من الوظيفة، وها أنا عمري ما أعرف كم خلاص كبير في السن وأنا أردد. يقول منذ صغري ولا الآن وأنا والله الحمد يعني لله. حب هذا غير مستغرب يعني على الشعب بالفعل العماني وعلى بالفعل المواطنين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. أمين. نشكر احنا في قسم العلاقات العامة دائرة خدمات المرضى بمستشفى السلطاني مستمعينا، الشكر لبدرية البلوشية وأسماء اللواتية. خليكم مع التقرير هذا. أقل الخبر شار سعيد نورت عمان يا قائدنا ويا أبونا، عمان بدونا هو ما تسوى. كلام سلطان قابوس واصل، أقول الله فيلوت قابوس إن شاء الله. لقينا الخبر بشارة سعيدة، ولما سمعنا في التلفزيون سمعنا في التلفونات قبل الخبر انتشر، وتمينا فودتنا ترف من الفرحة، ما عرفنا كيف إلا لين الساعة 7، ومن الساعة 7 جاتنا بشائر الخير. يعطيك العافية والصحة ويدومك إن شاء الله على عمان وعلى شعب عمان، وحن في المستشفى والوالدة منومة، وفرحنا فرحة كبيرة، وفرحنا السسترات معني، صرنا خلية نحل، خلية نحل والله العظيم صرنا مع بعض. في البداية لما تلقينا الخبر كان يعني عبر الواتساب، فما صدقنا الخبر لأن دائما في الواتساب يعلون عنا إن بي السلطان بي السلطان، فما صدقنا لما شفنا بعيوننا، والحمد لله رب العالمين الله بشرنا وشفناه بخير وعافية. حي الله من الصيح، كل حد يصيح، اللي هناك تصيح والثانية تصيح، وتجمعنا في المستشفى على التلفزيون، والحمد لله رب العالمين الله من علينا شفناه بخير وعافية. الحمد لله الله يطول في عمره إن شاء الله يعطي الصحة والعافية ويرجع لنا مثل ما كان وحسن، يرجع لنا مثل ما كان وحسن. الحمد لله على سلامة صاحب الجلالة، ونقول الحمد لله على السلامة ونورت عمان يا قائدنا ويا أبونا، والحمد لله اللهم يشفيك ويعافيك يا رب العالمين ويعطيك الصحة والعافية يا رب، وتنور إن شاء الله عمان يا رب، اللهم صحتك وعافيتك.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يخلي لنا يا رب. الله يخلي لنا يا رب. يا الله الحمد لله رب العالمين، رجعنا قنا سلطان وعطانا الفرح ويعني في قلوبنا وطمنا عليه، يعني الحمد لله جانا وصلنا سالم غانم على بلاده. عمان من دونه هو ما تسوى، يعني الصراحة كلها شعب عمان، ما بس أنا يعني اللي أقول، اللي حاسين فيه يعني العمانيين هو طاق راسنا يعني صراحة، ودونه هو حن يعني وش نقول، ما يعني حتى لو نعبر تعبير نحن بيكون بعد ما هذاك يعني ما يوصل مثل احنا نعبر له. وتأكدنا والله عيوننا في التلفزيون، يعني نشوف عيننا في التلفزيون وعيننا تدمع، يعني نقول الحمد لله يعني قد السطر وصل بالسلامة. يعني هذا يعني ما نقول عيد أكبر من العيد، نورة عمان ونورة نجوم عمان يعني على رقوعه هو، يعني نقول الحمد لله نشكر ربنا، لكن يعني على رقوعه دامنا عايش عمان انت عمره طويل. يا عمين آمين يا رب العالمين. جالسين في المستشفى وقاي يفرحوني انه جلالة السلطان قابوس واصل عمان، نور عمان نور عمان نور عمان نور عمان. فرحنا به، فرحنا له بقيته، اللهم يدعيه، اللهم يقويه، اللهم يدعيه ان شاء الله حالنا يا رب. جلالة السلطان اللهم يخليه جلالة السلطان يا رب العالمين. قاسه فوق كرفاتي وقالوا لي جاي جلالة السلطان، وفرحت من فؤادي علي، فرحت من فؤادي. الله يهنيه ان شاء الله، اهنيه بقيته يا ربي، اهنيه بقيته، اهنيه بقيته، افرح بقيته، افرح بقيته، افرح بقيته. انا اكل شويه هنا، اكل اقول اللهم يعود قابوس ان شاء الله، اللهم يعوده، اللهم يعوده ويعافيه ويبريه ان شاء الله من كل اذى، وكما عنه الحاسد المتحسد عنه ان شاء الله. إذن كان هذا تقرير مستمعينا لكبار السن في إحدى المستشفيات، يعني قاعدين نسمع الأصوات، قاعدين نحس بفرحة بألم بحرقة بدموع فرح بمشاعر اختلطت، جميلة هذه المشاعر، وكأني قاعدة أشوف الحين شكل كل واحدة فيهم لما سبحان كنا. الله تعرفي مشاعر هذا نموذج مصغر لنماذج عديدة موجودة، سواء كانت في المستشفيات موجودة في البيوت، موجودة في الأعمال، في المدارس، في الشوارع، كل مكان، كلهم يهتفوا باسم صاحب الجلالة ويعبروا عن مشاعرهم الصادقة تجاه هذا القائد العظيم. وأيضا يعني ما نستغرب هذا الشيء، ما نستغرب أبدا ولا حاجة غريبة، بالعكس على يعني حب صادق طالع، سواء كانوا من كبار من صغار من متوسطي الأعمار من كل الأشخاص، حتى الوافدين كانت فرحتهم يعني مختلفة جدا، شاركوا في المسيرات وشاركوا بهتافات جميلة. صحيح ما كنا نفهم شو قاعد يقولون، بس كنا نفهم يقولون يعني قابوس بابا قابوس، كانوا يرددونها يعني بكل اعتزاز. جاليات عديدة مقيمين على أرض السلطنة في كافة المسيرات، أنا رأيتها مشاعل كل ما كنت أتابع مسيرة من المسيرات على أرض عمان في أي محافظة من المحافظات، نشوف أن الجاليات لها وقعها، لها مكانها، وهم متجمعين ورافعين أيضا علم بلادهم وعلم السلطنة مع بعض. هذا دليل الوحدة، دليل بأن نحن صح في عمان، صح أن نحن ما من عمان، لكن نحن بما أن في عمان نحن عمانيون بالفعل. كذلك ليش؟ لأن السلطان طول الله في عمره، آمين. يعني ما قصر مع هؤلاء الجاليات، ما قصر مع هؤلاء المقيمين، يعني كانوا مثل المواطنين. وأيضا ما في فرق بين إحنا كعمانيين ما قصرنا فيهم أبدا، كذا ربانا وكذا تعلمنا منه، وكذا يعني إنه نكون دائما جنب بعض، سواء كان وافد، سواء كان مقيم، سواء أي زائر للسلطنة سائح، الكل طالما أنه هو على أرض عمان لازم أنك أنت تتصرف معاه كأنك طبعاً. تتصرف مع عماني، ما في فرق. هو ردا للجميل، الجميل الذي أعطاه صاحب الجلالة، والتي أيضا أبدته الحكومة الرشيدة بهكذا، يعني ذات دعائم ثابتة لهؤلاء المواطنين وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة. الخير يعني وافر، وايضا كان على الجميع والأهل. الحمد لله. اذا سمعنا احنا وياكم مستمعينا كذا التقرير تبع النساء،
نسمع الحين تقرير الأطفال. الأطفال دائما تعابيرهم تبقى مختلفة، يعني نقول بأن الصدق والبراءة والكلام اللي يطلع فعلا من القلب إلى اللسان مباشرة بالفعل. هو من وين؟ من الأطفال بالفعل. يعني ربما أنه الواحد الكبير جامل ولا عادي يعني يكذب ولا شيء، لكن الطفل كلامه دائما طالع من قلبه، من تلقائيته في الحياة، من معايشته، حبهم بأمانة مستمعينا، حبهم حتى يمكن أنت تشوف ولدك، تشوف أختك، تشوف الناس اللي حوالينك أطفال، تشوفهم كيف يعبرون في المسيرات، تشوفهم، فما بالك الناس اللي قاعدة في المستشفى، أطفال قاعدين رغم الألم، رغم الإبر اللي كانت يعني موجودة في أياديهم، لكن شاركونا فرحة وجود ووصول القائد، شاركونا بإحساسهم، بتعابيرهم، بفرحتهم. خلونا نسمع. يا عمان نحن من عهد النبي، أوفياء من كرام العربي، أبشر قابوس جاء فلتباركه السماء، واسعدي والتقي بالدعاء. أنا كنت أول شيء في المستشفى، اللي لم تسعني الفرحة أن أكون موجودة هنا، كنت أريد أن أكون خارج المستشفى وسط الحفل العائلي والمدرسي. كان عندنا احتفال في المدرسة بس لم أكن موجودة بسبب سوء الحالة الصحية. عسى يكون دائما موجود معانا في السلطنة ويكون ذخر لنا. كنت جالسة في المستشفى، شفت بابا قابوس ينزل من الطائرة، قلت الحمد لله بابا قابوس وصل. أحبك بابا قابوس. أحبك بابا قابوس. شفت بابا قابوس ينزل من الطائرة ودعيت الله، الله يشفي ويشفيني بلادي، إني بلغت النجوم وصوتي بحبك فاق الصدى، أقول عن الشمس هيا تعالي، عمان وأنت شموس الهدى، جدودي بحار عزم وقلبي عزم يصد الهدى، بقابوس يولد فجر جديد، صبورك ذاك السنة مولدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي بابا قابوس ويشفي كل مريض. نروح المدرسة نحتفل هناك أنا وصديقاتي، نقبلونا كل شيء. حبك بابا قابوس، حبك وايد. الله يطور بعمرك يا بابا قابوس، الله يجعلك ذخر إن شاء الله. أنت نور أمان، أنت نور أمان. الحمد لله أنك شفاء الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. قابوس عز ونعمة، الحمد لله. قابوس اللي بنى المستشفيات من هذه الأمراض خاصة والمدارس والكليات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كنت أنا بيتم خالوتي وطلعوا في التلفزيون، وبعدين شفته يوم ينزل في الطائرة، بعدين شفته قلت له الله يوفقك يا بابا قابوس، يا بابا قابوس. والدي سيدي يا أبي قابوس، والدي سيدي يا أبي قابوس. شكرا إذاعة الشباب، شكرا إذاعة الشباب، شكرا إذاعة الشباب. شباب على الهواء، شباب على الهواء، شباب على الهواء. والدي
والدي سيدي قابوس، رغم تلعثم الأحرف لدى الأطفال مستمعينا، إلا أن يعني المشاعر اللي قالوها والتقرير اللي سمعناه كان كثير معبر، كانت مشاعر صادقة، مشاعر من وأنت الصغير وأنت ضحكت يعني بقهقها يعني من أنا طفل. نعم بالفعل يعني لله. الابتسامة اللي كانت مستمعينا على وجه خلفان لما قالت لما شفتها نزل من الطائرة قلت الله يوفقك، يعني هي يعني ضحك خلفان بالفعل يعني. يعني الله يوفقك والله يحفظك يا رب يا أبونا يا الوالد الغالي. الحمد لله رب العالمين الذي عاد سلطان البلاد المفدى إلى دياره، إذن عمان استبشرت خيرا بهذه العودة الكريمة، وأيضا شمسنا أشرقت بردا وسلاما، وأيضا شعبك يا مولاي سجد لله شكرا وامتنانا، إنك اليوم بيننا يا قائد عمان يا حكيم الأمة. نعم، وقعد وصلنا رسائل مستمعين وصور في تويتر لأطفال محتفلين بهذا الاحتفال الجميل لوصول حضرة صاحب الجلالة والشموع، وأتوقع هذه صفية الزجالية كل نعم التحية لها صفية. بالفعل صفية كل التحية لك، بالفعل رسل يعني كلمة قابوس بالشموع جميلة مستمعينا، تونا سمعنا صوتها كانت متواصلة معنا في البرنامج لما كانوا يحتفلون بساعة الأرض. صورة جميلة، صورة جميلة ومعبرة. وفكرة من أطفال إن إحنا يا ماما رح نكتب اسم قابوس لكن بالشمع. جميلة جميلة، الله يحفظهم يا رب يا صفية، وهني موجودين الأطفال وهم فرحانين، يا سلام ذكرى جميلة تبقى. كل من يريد أن يطلع على هذه الصورة يجدها في حساب صفية زجالية، أيضا في حساب الإذاعة، تحت حساب الإذاعة نعم إذاعة الشباب في تويتر. نعم معنا مكالمة من رقية بتناصر الريامية. مساءك وطن يا رقية. مساء الفرح الذي عنوانه قابوس، مساءكم وطن يزهو بعودة قائده، مساء السعادة الغامرة، أهلا وسهلا. هلا بيك يا رقية، أهلا بعصفورة شباب على الهوى المغردة الدائمة الأولى لشباب على الهوى، نوجه لك أحلى تحية يا رقية، وأكيد كلماتك كان لها دور بخصوص هذه المناسبة. أنت بس أبيات بسيطة مشاعر إذا ممكن. ممكن نسمع. إذا هي افتتاحية المكالمة بأبيات، هي شاعرة كذلك يا رقية. أكيد. يلا اتحفينا. بس أستاذ جلال لو سمحت بس أريد صدى. صدى جلال. رتب رقية. خلاص جلال يبتسم يقول حاضر من عيوني. شكرا. تشدو لك الأشواق أحلى سيدي، ويقول هذا الكون ويقول هذا الكون قد جاء النقي، فتأنقي أمي عمان تألقي، واستبشري يا حبنا المتدفقي، يا شمس فرحتنا يا شمس فرحتنا أفيقي وافخري، قد عاد قائدنا فهي أشرقي، قابوس يا درس المحبة والرقي، لا يحتوي التفسير علم المنطقي، قالوا وصلت قالوا وصلت، فخر قلبي ساجدا وانهالت الدمعات غير مصدقي، أبقاك رب العالمين مؤيدا، ما قد مضى من عمرنا ما قد بقي، أبقاك رب العالمين مؤيدا، ما قد مضى من عمرنا ما قد بقي، ما قد مضى من عمرنا ما قد بقي، ما قد بقي يا رقية ناصر، أبشري قابوس جاء. صح لسانك وصح بوحك يا رقية. تسلمي. صح أبدانكم، والشرف عظيم أني أشارك اليوم في هذه المناسبة الجميلة التي تعتبر عيد رابع من أعياد الوطن، تسطر على صفحات التاريخ تماما مثل ما كان الخامس من نوفمبر للإطلالة القابوسية اللي احتفلنا في هذاك اليوم الثامن عشر من نوفمبر مبكرا، واليوم نحتفل بالتاسع عشر من 23 من يوليو في ولكن مبكرا في 23 من مارس. ويعني ما يعني ما نقدر ابدا ابدا نعبر عن مدى فرحنا ومدى سعادتنا بالعودة الميمونة لصاحب الجلالة، ولكن تبقى دعواتنا يبقى قابوس هو
أولى الدعوات وفي كل الصلوات بأن يبقيه الله لنا. أمين. وأن يبقيه لعمان ويبقيه للعالم أجمع. أمين يا تاجا وذخرا وفخرا. أمين يا رب. أمين يا رب. رقية يعني وصل لي كذا خبر يقولون إن رقية لما تلقت الخبر كانت من الفرحة كانت تخبر الكل اللي حواليها رغم إن الكل عارف لكن تأكد عليهم. أيوه بالضبط. يعني ممكن يفكروها إشاعة يعني. وصلت يعني لمرحلة ما يعني ما أقدر أوصفها يعني ممكن نسميها هستيريا الفرح أو شيء. كل حد يعني كل حد شايف شو اسمه التلفاز ويعني خلاص عارف إنه صح وجاء الوصل بس أخبر كل حد يعني فرحانة بطريقة يعني مختزلة كل الثمانية أشهر في يعني في هذاك اليوم يوم كل شيء طلع لك ساعة من الفرحة دموع متواصلة وأعياد متواصلة. نسأل الله أن تكون أيامنا جميعا أعياد بإذن الله تعالى. أمين يا رب. أمين. وأقدم تحية طبعا اللي خلفان اللي يعني سلام. أول مرة أشاركه هو يكون متواجد. سعيد 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 مشاركتك وأنا موجود عنها. الله يسلمك. تشريف. وحلقة استثنائية وجميلة جدا. والتقارير أثرت علي أثرت فيني شخصيا يعني بشكل كبير يعني الأطفال ومثال كبيرات في السن إن شاء الله يعني بنعيدهم الساعة 3 يا رقية إن شاء الله المستمعين لأنه يعني تشم رائحة الصدق في كل كلمة بالفعل في كل عبارة يقولوها بالفعل بالفعل بالفعل. يعني تعرفين تعرفين يا رقية ذكرتيني بموقف صار وإحنا كنا نسجل لأحد الأطفال. كانت لابسة فستان لونه أحمر على أبيض فكنا إحنا حاملين بالونات فكان يسألها جلال أي بالونة تختارين فقالت أريد اللون الأخضر فإحنا استغربنا لأن أغلب البنات اللي كانوا موجودين يعني خلفان اختاروا اللون الأحمر. قالت لأني أنا لابسة ملابسي لونهم أحمر وأبيض أريد لون أخضر علشان أشكل أعلم عمان. يعني دائما يعني الأطفال حبهم صادق يعني وما نستغرق من أي مشهد كنا نشوفه يعني أو راح نشوفه في هذه الأيام لأنه يعني من حب عفو وصادق يعني للقائد المفدى يعني الكل فرح والكل عبر بطريقة العفوية التلقائية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رقية. احنا ان شاء الله نقولكم كذا فرح دائمة بإذن الله بوجود مولانا القائد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الله يطول بعمره والله يحفظه يا رب. وانتو يعني احنا خلينا نفكر ما بعد هذه الفرحة مثل ما يقول خلفان. ايش ناوية تسوين يا رقية بعد يا خلاص حضرة صاحب الجلالة الحمد لله وصل احنا كمواطنين ايش اللي يجب علينا؟ هو يعني المسؤولية تكون أكبر لأنه إحنا الشيء اللي كنا ننتظره خلاص وصل وصل صاحب الجلالة ويعني يستحق منا أن نقدم له الحب بطريقة مختلفة الإخلاص في العمل الاجتهاد في الدراسة الصمود أمام التحديات محاولة الوصول إلى الأرقى رتب العلم والعمل وإخلاص النية في العمل ومحاولة الرقي يعني بأقل يعني بأبسط الأعمال وأكبرها أكيد. يعني هذا هو يعني ما ينتظره من القائد وما يعني تنتظره من عمان إن شاء الله إن شاء الله. يعني فعمان تبقى يعني بسواعد أبنائها يعني هذا شيء طبيعي أكيد إن شاء الله بإذن الله. وأنتوا قدها يا رقية شاكرين لك تواصلك والله يعطيك الصحة والعافية ومساءك دائما فرحة توطان. مساءكم فرح مساءكم ألق وشكراً لكم. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. متواصلين معكم مستمعينا مع رسائل اللي قاعد توصلنا تقول مساء قابوس الله يدومه لنا ولعمان الحبيبة وإن شاء الله ودرب السلامة لبوسهيل الجعفري من فزاع الغنبوصي أو أبو فزاع. سامحك الله يا مشاعل وخلفان رغم التقارير أنها جميلة ولكن أبكتني الطفلة الأولى لما قالت ما أقدر أحتفل بسبب حالتي الصحية. الله يشفيهم جميعا إن شاء الله. آمين يا رب آمين يا رب. يعني فلا تلومونا إحنا اللي كنا في قلب الحدث لما كنا يعني متواجدين بينهم بمشاعرهم شفنا الحالات وكنا
قريبين منهم كثير بأعمار مختلفة. الله الشفاء والعافية آمين يا رب للجميع بإذن الله. آمين. مساءكم وردة وطنية، مساءكم حب الوطن برجعتك سلطاني. صارت عمان مثل العروس، رجعك سلطان. الأب طبعا الرسالة وناقصة الرسالة فاطمة الشحية، الله يسعدك يا فاطمة. إذن وما تساقط الغيث إلا منك في بلدي طوبى يا عمان فرحا، يا أملا سرى إلى الشعب مثل الروح في الجسد، كانك الماء بلنت السماء. طبعا في رسالة من أبناء صحار من قرية صويحرة وخير السيابي، يقولون في عندهم مسيرة إن شاء الله راح تكون يوم السبت من صحار إلى بيت البركة، يوم الأحد سنقوم باحتفال بحري للتنسيق مع إدارة فريق السلام الرياضي. جميل هذا المناسبات وهذه الفعاليات منكم كشباب عمان، وجميل هذا التواصل في فرحة وطن. شاكرين، تحية طيبة لطاقم البرنامج، شاكرين لتعاونكم حول مدكم لنا جسر التواصل عبر منبركم الطيب والمعذرة. معاي مقطع شلة سلامتكم، طبعا اخيكم عبد الله النكاس الهاجري من صور العفية، ان شاء الله راح نقرأ بعدين باذن الله. مساء الوطن، نحبك من هنا الى القمر، نحبك من هنا الى اخر البحر، نحبك كثر قطرات المطر. اللهم احفظ سلطاننا والبسه ثوب الصحة والعافية. معكم وجد احمد ليعقوبية، ابشري قابوس وجاء. قابوس الأمل الزاهر، قابوس المجد الوافر، قابوس العز الباهر، قابوس الحب الطاهر. قابوس الأمل الزاهر، قابوس المجد الوافر، قابوس العز الباهر، قابوس الحب الطاهر. قابوس الخير الظافر، لعمان الأب الساهر، وأمن بلاد الزاخر، وبعيد الوطن نفاخر، وذخر وفخر عمان. قابوس الأمل الساهر، قابوس المجد الوافر، قابوس العز الباهر، قابوس الحب الطاهر. شعب عمان تحية بمشاعره القلبية، شعب تصدقه النية، يدعون الله مليا. من شعب عمان تحية بمشاعره القلبية، شعب تصدقه النية، يدعون الله مليا. ولتفديك الأرواح، ولتفديك الأبدان، فلتحيا يا سلطان، ولتحيا يا ابن عمان، وذخر وفخر عمان. قابوس الأمل الزاهر، قابوس العز،
بالعيد الوطني الأمجاد يهنا ذا الوطن ويسعى وتهانينا لك تخلد ومحبتنا لن تنفد. بالعيد الوطني الأمجاد يهنا ذا الوطن ويسعى وتهانينا لك تخلد ومحبتنا لن تنفد. قابوس الأمل الزاهر، قابوس المجد الوافر، قابوس العز الباهر، قابوس الحب الطاهر وفخر عمان. قابوس الأمل الزاهر، قابوس الحب الطاهر. يا من تغنت للنشيد له كل الحناجر، وترنمت في يوم مقدمه رؤى كل الحواضر، واستلهمت سحر البيان بروعة مفتونة بمقامه الزاهر، بمقامه الزاهر، فتلونت بألوان طيف لا يغادر. سيدي، سيدي عودا حميدا، عودا حميدا، سيدي عمرا مجيدا، سيدي عمرا مجيدا. قابوس يا قلبا على ذا الوطن، قابوس إن تفسد الكرام، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن، بشراك 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 أرواح إذن يوم تاريخي سيسجل التاريخ في حقبة هذا الزمن بقدوم جلالته الميمون وشعبه يزف البشرى المفرحة، حيث ظل كل قلب حي يخفق وكل يد ترفع وكل لسان يدعو بالصحة والعافية لجلالته حفظه الله بقدومه وعوده لبلده وشعبه. نعم. سالما وعافا. نعم، وعندما تحدثني عن الشوق أحدثك عن تفاصيل مساء 23 من مارس، في مساء هلت فيه البشرى على عمان فتشكلت ملحمة عشق وولاء لقائد عمان الوفي قابوس الوالد الأبي الذي تتنفسه كل عمان، ولحبه في قلوب العمانيين أوطان وأوطان، ينزل من على الطائرة الميمون فتخفق قلوب الجميع فرحا وتبكي اشتياقا وحبا. إذن متواصلين معكم مستمعين الأحباء في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم شباب على الهوى، والاحتفاء بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وعودته إلى الوطن سالما معافى محفوفا بعناية الله وتوفيقه ورعايته. وكذلك سرنا أن نتنقل من مكان إلى آخر ونذهب هذه المرة إلى خارج البلاد إلى إحدى المغتربات للدراسة في أستراليا. معنا إيمان محظوظة أستراليا ما شاء الله، ذاك صوب يعني أكثر شيء. السلام عليكم إيمان. وعليكم السلام والرحمة. مرحبا أخواني. أهلا وسهلا بإيمان السنانية، أهلا بالمغتربة، أهلا بنبض عمان خارج عمان. يا حيا الله فيكم، يا أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا وسهلا، كيف الدراسة معكم؟ والله طيب الحمد لله، كل أمورنا طيبة،
لكن للأسف يعني نتمنى في هذا الوقت نكون في عمان مش في خارج عمان. إذن هي مشاعر موحدة لكل المغتربين في الخارج، تمنياتهم الصادقة بأن يكونوا بين إخوانهم وأهلهم وأيضا في وطنهم، يشاركوا ويتشاركوا هذه الفرحة في بلادهم كونه طعمها مختلف. احنا قبل شوي إيمان كانت معنا مكالمة مع زميلك سلطان سراعي، نوجه له تحية، والحين انت معنا إيمان سنانية. خبرينا قبل الساعة كم حاليا معاكم؟ الحين الساعة 10 بالليل. بالليل ما شاء الله، يعني أيوه. 7 ساعات جميل، يعني وقت حلو بعد تو الناس ما صحيناكم من نومكم وأكيد مهما صحيناكم تبقى فرحة الوطن غير مختلفة. خبرينا عن شعورك ومشاعرك في هذا الخبر الجميل. صحيح مرت عليه أيام لكن يبقى النبض كذا ينبض ب 23 مارس. أكيد طبعا إحنا ما نعتبره مرت عليه أيام، نعتبر أن هذا الخبر كل يوم نسمع كل يوم يتجدد. طبعا هذا أسعد خبر مر علينا، اختلطت فيه مشاعرنا لحظة تلقينا الخبر. طبعا بحكم فارق التوقيت تلقينا الخبر على الفجر كان عندنا. لحظة تلقي الخبر طبعا مشاعر ما نقدر نوصفها. كنتوا سهرانين؟ إحساسنا في ذيك بصراحة أنا كنت أيوة سهرانة، كنت أتابع الأخبار. سبحان الله جميل. كان عندك خبر يعني طير يعني كان الرسائل صحيح اي شب اساب الناس ومسجاتهم، كنا نتمنى يعني انه بالفعل يكون في شيء رسمي. وقعدنا نتابع الاخبار لين الحمد لله رب العالمين يعني ثبت الخبر وتم الاعلان رسميا عن عودة صاحب الجلالة. ولحظة سماعك للخبر طبعا زميلاتك يمكن كانوا نايمين نايمات، وشو سويتي انت؟ لا لا ما اظن نايمة. ارسل لاهلي. جميل. يعني كيف عبرتي؟ اهني الكل. كيف عبرتي عن مشاعرك ايمان؟ يعني ما لازم في ذاك الوقت، حتى اليوم الثاني يعني كيف عبرتوا عن مشاعركم عن فرحكم عن سعادتكم بهذا الخبر، خاصه وانكم بعيدين، وايضا نفس الشيء في عمانيين وعمانيات موجودين معكم للدراسه هناك. ايوه طبعا طبعا الشيء اللي نقدر عليه واسرع شيء نعبر عن الخبر نعبر عن مشاعرنا عن فرحتنا هي ان نتجمع كلنا. حلو. نكون على قلب واحد، نكون في مكان واحد. يلا وبعدها بعدها يعني بيوم عبرنا عن الفرحة عن طريق عملنا الفيديو بسيط يجسد فرحتنا. حلو. يجسد فرحة المغتربين سواء كانوا الطلاب أو سواء كانوا أوائل، حتى الأطفال الأطفال الصغار حاولنا أن نجسد هذه الفرحة. ننقل لكم لو شيء بسيط من فرحتنا من مشاعرنا اللي اختلطت في هذيك الوقت. تمنيناها أن نعيش هذه المشاعر في عمان، أن نحضر الاحتفال هناك، ولكن طبعا يلا ما أبينا إلا نحن نحتفل في أرض الغربة في بلاد الكنغر. وجميلة أيضا الاحتفالات في أرض الغربة لأن لها طعم مختلف. وأنت قاعدة تتكلمين يا إيمان، إحنا قاعدين نشكل كذا صورة لتجمعكم، صورة لفرحتكم، صورة للأوشحة والشعارات اللي أنتوا حاطينها في ملابسكم يعني، والحب الصادق وتهنئتكم لبعض اللي قاعد يتهنونها بعض، الحلوة والقهوة جميلة. أيوة واللبس العماني أهم شيء. يا سلام إيمان، عقب ما معذورة لازم تسوي لنا تقرير حل الأخبار. لا أكيد إن شاء الله إن شاء الله. طبعا راح تكون عندنا احتفال رسمي راح يقيمه إن شاء الله، بس لأن في هذه الفترة كل الطلاب ضغوطات عندهم، بس نحاول إن خلال الأسابيع القادمة راح يكون في فعالية رسمية. جميل. وإن شاء الله راح يكون في تقرير الأخبار إن شاء الله. إن شاء الله ننتظركم إن شاء الله. طبعا لظروف الدراسة وضغطات الدراسة احنا نتمنى لكم كل التوفيق، لكن تبقى الفرحة موجودة وراح تشاركونا بفرحتكم حتى لو بعد أسابيع، لأن الفرحة ما زالت مستمرة وراح تظل مستمرة، وفي الشارع العماني في الشارع العربي في كل مكان. تحياتنا لك يا إيمان السنانية، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتي لكم وتحياتي للجميع. شكرا جزيلا يا إيمان. شكرا.
تذكرتين لك ولشخص آخر للسفر مع فلاي دبي على درجة رجال الأعمال من مسقط أو صلالة إلى دبي مقابل فقط 300 ريال ذهابا وإيابا، أي تذكرتين بسعر تذكرة. استمتع بالمقصورة الرحبة وقائمة الطعام الغنية والخدمة المحترفة والبرامج الترفيهية. احجز حتى 31 من مارس للسفر حتى 10 من يونيو 2015. للمعلومات قم بزيارة flydubai.com أو اتصل بوكيل سفرك لحجز رحلتك اليوم. تطبق الشروط. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ. هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميغرام. اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. شباب على الهوى يجي معنا سوا، شباب على الهوى يجي معنا سوا. إذن أبشري قابوس جاء مستمعينا، يأتي قابوسنا الغالي ليملأ الفرح جميع الأكوان وتعم السعادة كل شبر في عمان من مسندمها وحتى ظفارها. لقد أصبح 23 من مارس يوم للتاريخ الفخر بأن يضمه إلى صفحاته. إذن لازالت السلطنة تفرح ولازالت الفرحة تعم جميع أرجاء الوطن العزيز بعودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بعد هذه الرحلة التي ربما قد وصلت إلى 8 أشهر وأكثر، لكن نحن شعرنا بأن هذه الفترة كانت بالسنين. بالفعل لأنها يعني حدثت المرة الأولى سلطان البلاد المفدى خارج البلاد، يعني لا نستغرب هذه الفرحة العارمة التي تعم جميع أرجاء البلاد. أيضا نقرأ هذه الفرحة في عيون الأطفال، صحيح، في عيون الشيوخ، في عيون أيضا الكبار والصغار، النساء وكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، نقرأ هذه الفرحة بالفعل في عيونهم. بالفعل من براءة الأطفال مستمعينا، لما كنا نسجل التقرير لما سألنا واحد الأطفال نتمنى لهم الصحة والعافية، أنت شفت بابا قابوس؟ قال أيوة شفته، لكن ما شفته في الحقيقة، أنا شفته بس في التلفزيون. فيعني كان أتمنى أن أشوفه الحقيقة. بالفعل أسلوبه وقتها وعفويته في الرد خلى المستشفى يضج من الابتسامة، من الضحك، من الفرحة، يعني لأنهم يردون ببساطتهم بعفويتهم. أيوة صح شفته أنا، لكن ما شفته حقيقي، شفته في التلفزيون بس. يعني يمكن كان هو يتمنى أن يكون موجود ويشوفه حقيقي في الواقع. بالفعل نتمنى له الصحة والعافية يا رب. نوجه تحية لكل من انضم لنا عبر السمع مستمعين عبر أثير إذاعة الشباب، متواصلين معاكم في برنامج شباب على الهواء لغاية الساعة 4. في عنوان لليوم، عنوان سالفتنا لليوم مقدم السعد، وكل التقارير اللي ما سمعوها قبل خلنا كذا نعيد للمستمعين اللي ثبتوا الموجة الحين. عندنا تقريرين، تقرير تقرير للكبار ورح نسمع بعدين تقرير الأطفال. تقرير الكبار لإحدى المستشفيات، نوجه تحية لكل من كان معنا في قسم العلاقات العامة دائرة خدمات المرضى بمستشفى سلطاني، شكر لبدرية البلوشية وأسماء اللواتية. خلونا كذا نستشعر احنا وياكم مرة ثانية تجاعيد الوجه من خلال الصوت، نبرة الصوت، مصداقية الكلمة، الشعور بالفرح، مخالطة معها، متخلطة معها دمعات وكذا رجة فيها حزن. نسمع احنا وياكم التقرير. أبشري قابوس جاء. نقلنا الخبر في بشار سعيد. دورت عمان يا قائدنا ويا أبوني، عمان بدون هو ما تسوى. كلام السلطان قابوس واضح، أقول الله بيروت قابوس إن شاء الله.
لقينا الخبر بشارة سعيدة، ولما سمعنا في التلفزيون سمعنا في التلفونات قبل الخبر انتشر، وتمينا فودتنا ترف من الفرحة، ما عرفنا كيف إلا لين الساعة 7، ومن الساعة 7 جاتنا بشاير الخير. يعطيك العافية والصحة ويدومك إن شاء الله على عمان وعلى شعب عمان، وحين في المستشفى والوالدة منومة، وفرحنا فرحة كبيرة، وفرحنا السسترات معنا، صرنا خلية نحل، خلية نحل والله العظيم صرنا مع بعض. في البداية لما تلقينا الخبر كان يعني عبر الواتساب، فما صدقنا الخبر لأن دائما في الواتساب يعلنون عنا إن بي السلطان بي السلطان، فما صدقنا لما شفنا بعيوننا، والحمد لله رب العالمين الله بشرنا وشفناه بخير وعافية. حي الله من الصيح، كل حد يصيح، اللي هناك تصيح والثانية تصيح، وتجمعنا في المستشفى على التلفزيون، والحمد لله رب العالمين الله من علينا شفناه بخير وعافية. الحمد لله الله يطول في عمره إن شاء الله يعطي الصحة والعافية ويرجع لنا مثل ما كان وحسن، يرجع لنا مثل ما كان وحسن. الحمد لله على سلامة صاحب الجلالة، ونقول الحمد لله على السلامة، ونورت عمان يا قائدنا ويا أبونا، والحمد لله اللهم يشفيك ويعافيك يا رب العالمين، ويعطيك الصحة والعافية يا رب، وتنور إن شاء الله عمان يا رب، اللهم صحتك وعافيتك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله يخلي لنا يا رب، الله يخلي لنا يا رب. يا الله الحمد لله رب العالمين، رجعنا جنا سلطان وعطانا الفرح ويعني في قلوبنا وطمنا عليه، يعني الحمد لله جانا وصلنا سالم غانم على بلاده عمان، من دونه هو ما تسوى، يعني الصراحة كلها شعب عمان، ما بس أنا يعني اللي أقول، اللي حاسين فيه يعني العمانيين هو طاق راسنا يعني صراحة، ودونه هو حن يعني وش نقول، ما يعني حتى لو نعبر تعبير نحن بيكون بعد ما هذاكم يعني ما يوصل مثل احنا نعبر له. وتأكدنا والله عيوننا في التلفزيون يعني نشوف عيننا في التلفزيون وعيننا بتدمع، يعني نقول الحمد لله يعني قد السلطان وصل بالسلامة، يعني هذا يعني ما نقول عيد أكبر من العيد، نورة عمان ونورة نجوم عمان يعني على رجوعه هو، يعني نقول الحمد لله نشكر ربنا، لكن يعني على رجوعه لأننا عايش عمان أنت عمره طويل. يا عمين آمين يا رب العالمين. جالسين في المستشفى وقاي يفرحوني انه جلالة السلطان قابوس واصل عمان، نور عمان نور عمان نور عمان نور عمان. فرحنا به، فرحنا له بقيته، اللهم يدعيه، اللهم يقويه، اللهم يدعيه ان شاء الله حالنا يا رب. جلالة السلطان اللهم يخليه جلالة السلطان يا رب العالمين. قاس فوق كرفاتي وقالوا لقى جلالة السلطان، وفرحت من فؤادي علي، فرحت من فؤادي، الله يهني إن شاء الله، أهني بقيته يا ربي، أهني بقيته، أهني بقيته، أفرح بقيته، أفرح بقيته، أفرح بقيته. أنا أكل شوية هنا، أكل أقول اللهم يعود قابوس إن شاء الله، اللهم يعوده، اللهم يعوده ويعافيه ويبريه إن شاء الله من كل أذى، ويكمع عنه الحاسد المتحسد عنه إن شاء الله. مشاعر جميلة، نقول آمين يا رب العالمين على الدعوات الصادقة، دعوات أمهاتنا جداتنا المتواجدات في كل ربوع عمان، المتواجدات في المستشفيات. يعني إحنا ما قدرنا نغطي كل الموجودين مستمعينا، لكن القليل يمكن مهما تكلمنا ومهما عطينا مجال لكن يبقى قليل في حق الوطن وفي حق القائد. نعم مشاعل، هم من عاصروا الجيلين، صحيح، عاصروا جيل ما قبل النهضة وعاصروا جيل النهضة، صحيح، وها هم اليوم فعلا يعني يعرفوا ويقدروا الفرق بين أول وبين الحين، بالفعل. زين، وهذا ما يجب عليهم أيضا زين ككبار في السن أن يغرسوا هذه الثقافة في أبنائهم، لأنه فعلا ما تحقق على هذه الأرض الطيبة شيء ليس بالسهل، وهذا بفضل حكمة هذا المولى، هذا مولانا حضرة صاحب الجلالة، ما قصر يعني ينبض في كل قلب والكل فرح بقدومه.
يعني الله يعني يعطيه الصحة والعافية. ومن المكالمات الجميلة يعني من كثر ما كنا نسمع للإذاعة وكنا متواجدين حتى في الكواليس مع زملائنا الإعلاميين، الله يعطيهم الصحة والعافية ويشكرون، نرفع لهم القبعة على ما قدموه من يعني برامج البث المفتوح. وأيضا نشكر الزميلة أيضا ندى البلوشية على صور قائد صاحب الجلالة المتواجدة حاليا مستمعينا في الأستوديو، صور جميلة إحساس رائع. ما صورتوها مشاعر هذه الصور؟ أنا نزلت في حسابي شوي ويعني وكذا خذينا كذا صور للذكرى شخصيا. ونشكر عابدين أيضا البلوشي على بوكي الورد الموجود هنا، يستاهل يستاهل الشكر. زين مستمعينا الكرام، نواصل الاحتفاء بهذه المناسبة الميمونة لعودة حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى إلى بلده وأبناء شعبه سالما معافى. نسأل الله أن يديم هذه الأفراح ومن عيد إلى عيد، وهكذا حياتنا بإذن الله ستكون أعياد إن شاء الله بفضل وجود هذا الحاكم الأبي، هذا الحاكم الفذ الحكيم، حكيم الأمة سلطان البلاد المفدى. أمين يا رب. طبعا صالحة تقول لما رحل قالوا يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان، لما عاد قالوا أبشري قابوس جاء، ما أروعك يا نشيدي مساءكم سعادة. وكان هذا النشيد وهذه الكلمات وضعت لحكمة كذلك. سبحان الله. الله سبحان الله، يعني لأيام حكم في حكم. صحيح. الحمد لله الحمد لله. إذا نواصل قراءة التغريدات اللي وصلتنا على حسابنا في تويتر. مستمعينا الكرام، أمين المعمرية تقول ابتسم الحجر والشجر والبشر بقدومك الميمون يا مولاي. بالفعل شكرا لك يا أمين المعمرية. أيضا ناصر الزيادي، أسعد الله مساكم، فرحة الشعب بعودة مولانا وفرحة الأطفال، وابني غير عبر عن نفسه بتصوير قائد القائد بزي ملابس عمانية، طبعا صورة صاحب الجلالة مستمعينا، وهو الطفل ماسك الكاميرا يصور يعني صورة صاحب الجلالة وكأن صاحب الجلالة موجود أمامه. سبحان الله، صورة جميلة وهو طفل يعني. بإذن الله راح يتحقق إن شاء الله بإذن الله هذا. كل من يريد أيضا أن يطلع على هذه الصورة يجدها في حسابنا في تويتر، زين من حساب ناصر الزيادي. كذلك بدر الحوسني يقول مرحبا يسعد مساكم، لو سمحت أريد رابط برنامج الشباب على الهواء اللي كان بتاريخ 16 مارس 2015، ونحن نقول بأنه خلال ذلك التاريخ 16 مارس 2015 بيكون نازل أتوقع نازل أيه. راح تلقونا مستمعينا بدر الحسني، راح تلقى الرابط أو كل الحلقات راح تلقاها في اليوتيوب على شباب على الهواء، برنامج شباب على الهواء، وحتى تكتب شباب على الهواء 16 مارس أتوقع راح يطلع لك البرنامج وتقدر تسمع البرنامج كامل. طبعا يقول جاري راشد القاسمي، يقول جاري الاستماع لكم وقدم لكم خالص الشكر لموافاتنا كل لأخبار أول بأول، يسعد مساكم. يسعد مساك يا راشد. محمد المعمري يقول تحية حب لكم أيها الرائعون على برنامجكم الرائع وجهودكم الأروع، عمان بكم وامثالكم ترقى للعلا، حفظ الله عمانا قائدا ووطنا وشعبا. أمين يا شكرا رب. شكرا يا محمد. أمين يا رب. صور جميلة قاعدين يشاركونا فيها المستمعين، فرحة الأطفال، هذه مسيرة مسيرة صغار، هذه مسيرة أطفال ببراءتهم ما شاء الله، بعفويتهم، متوشحين بالعلام وكذلك البالونات يعني ما شاء الله عليهم. صور صاحب الجلالة دائما مرفوعة. نوجه لكم أحلى التحايا مستمعينا، مساءكم سعادة وطن. أسماء السلامي تقول حب الأوطان من الإيمان، الله يديم علينا نعمة حب الوطن والسلطان ويحفظ قائدنا من كل سوء ويديم الخير علينا، مساءكم وطن غالي. اللهم آمين اللهم آمين. شكرا. أيضا محمود الهلال يقول حنا سيوفه وأسلحته وسهامه يامر وخلفه، وين ما يبغى نسير نفخر ونتفاخر على الكل دامه، نفخر ونتفاخر على الكل دامه موجود ويقود المسيرة. مساء الوطن. شكرا يا محمود على هذه التغريدة وعلى هذه المشاعر الصادقة التي تنبع من قلوبكم الطيبة. مع تقرير الأطفال مستمعين اللي سمعناه من دقائق أو من كذا ربع ساعة تقريبا أو أكثر نص ساعة تقريبا،
مع صورة الأطفال اللي رسلت لنا إياها صفية الزجالي. مثل ما قلنا لكم اسم قابوس بالشموع في ساعة الأرض لما طفوا كل الأضوية. جميل هذا التفاعل والتواصل، لكن الأجمل أيضا تواصل منهم بالمستشفيات، منهم كانوا يعبرون بكل براءة، بكل مصداقية، بكل شفافية، بكل حب. فرحة جميلة. كان يقولون اللي يغلط يقول أبي أعيد مرة ثانية، أنا حافظ نشيد، أنا أريد أقول نشيد، لا أنا ما أريد أقول كذا، أنا غلطت، أنا أريد أعيد مرة ثانية، يصير أعيد. كانوا يتعاملون معنا ببراءة، بجمال، بعفوية. فرحة أمهاتهم أيضا مستمعينا خلفان كانت فرحة ما تنوصف، رغم الألم اللي هم فيه، لكن مجرد أن إحنا وصلنا وتكلمنا أن حابين نتيح فرصة أو مجال لهم أنهم يعبرون عن وصول صاحب الجلالة، كانت فرحة الأم قبل الأطفال. الأطفال كانوا يعني مصدومين وكانوا حابين يتكلمون، اللي هني اللي يقول أنا وصديقي رحنا صلينا سجدنا سجدة الشكر وصلينا، قلت له من خبرك؟ قال أنا وحدي رحت بروحي ما شاء يعني. الله علي. قلت له من صديقك؟ قال لي صديقي المعتصم اللي قدامي، السرير اللي كان قدامي. نوجه لهم أحلى تحايا مستمعينا، الله يشفي أولادكم، يشفي أولادنا، ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. خلوكم مع التقرير. يا من نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي، أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء، واسعدي والتقي بالدعاء. أنا كنت أول شيء في المستشفى، لم تسعني الفرحة أن أكون موجودة هنا، كنت أريد أن أكون خارج المستشفى وسط الحفل العائلي والمدرسي. كان عندنا احتفال في المدرسة بس لم أكن موجودة بسبب سوء الحالة الصحية. عسى يكون دائما موجود معانا في السلطنة ويكون ظهر لنا. كنت جالسة في المستشفى، شفت بابا قابوس ينزل من الطائرة، قلت الحمد لله بابا قابوس وصل. أحبك بابا قابوس. أحبك بابا قابوس. شفت بابا قابوس ينزل من الطائرة ودعيت الله، الله يشفي ويشفيني بلادي، إني بلغت النجوم وصوتي بحبك فاق الصدى، أقول عن الشمس هيا تعالي عمان وأنت شموس الهدى، جدودي بحار عزم وقلبي عزم يصد الهدى، بقابوس يولد فجر جديد صبورك ذاك السنة مولدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي بابا قابوس ويشفي كل مريض. أروح المدرسة نحتفل هناك أنا وصديقاتي، نقبلونا كل شيء. أحبك بابا قابوس، أحبك وايد، أحبك وايد. الله يطول بعمرك يا بابا قابوس، الله يجعلك ظهر إن شاء الله. أنت نور أمان، أنت نور أمان. الحمد لله أن شفى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. كابوس عز ونعمة، الحمد لله. كابوس اللي بنى المستشفيات من هذه الأمراض خاصة والمدارس والكليات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كنت أنا بيتم خالوتي وطلعوا في التلفزيون، وبعدين شفته يوم ينزل في الطائرة، بعدين شفت قلت له الله يوفقك يا بابا قابوس، يا بابا قابوس. والدي سيدي يا أبي قابوس، والدي سيدي يا أبي قابوس. شكرا إذاعة الشباب. شكرا إذاعة الشباب. شباب على الهواء، شباب على الهواء، شباب على الهواء. يا زين الحنان والذات بالهوى.
حياكم الله مستمعينا الكرام أيها الأحبة من جديد، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في برنامجكم شباب على الهوى، وفي هذه الحلقة الاستثنائية التي تحتفل بها أسرة برنامج شباب على الهوى احتفاء بالمقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة ووصوله إلى أرض الوطن سالما معافى. نعم، ودائما شباب على الهوى بإذن الله كذا يكون حلقة وصل بيننا وبين الأطفال أصغر سنا منا، يشاركونا في الفرحة أيضا، واللي أكبر منا دائما اللي أصغر منا يكونون هم الجيل اللي إحنا راح نستند نعم. عليهم اللي راح جيل المستقبل، جيل المستقبل اللي راح نأملهم على على بلادنا، على الوطن، على على مستقبل عمان دائما. فمشاركتهم بهذه الفرحة أيضا تخلينا إحنا نخجل أحيانا من نفس من مشاعرنا، تخلينا نعيد يعني الذكرى مع نفسنا، نقعد مع نفسنا، يعني رغم ان احنا الحمد لله ربي من علينا بصحة وعافية، لكن تبقى فرحة الأطفال وهم بالإبر بالأدوية بالعلاجات. يعني بأمانة مستمعينا يمكن أغلب اللي سمعتوهم هم من مرضى السرطان، الله يشافيهم يا رب ويعافيهم، الله يشفي جميع المرضى إن شاء الله. وأيضا هي مسألة تشاركية، هي مسألة تكاملية بين صحيح. الكبير والصغير، أي الشاب والشابة، أيضا الشيوخ والعجائز، كلهم بعضهم البعض يعني يحملون مشاعر موحدة تجاه هذا الوطن، مشاعر بالفعل. وطنية صادقة بالفعل. تتدفق فرحا من هذه القلوب النيرة، هذه القلوب التي فعلا أحبت قابوس وأحبت هذا الوطن، وكان هذا نتاجا، هذه المشاعر التي نراها مشاعر نتاجا لما قدمه هذا الرجل الفذ الحكيم لهذه البلد الطيبة وللشعب العماني. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام. خلاص أنت نسيتنا مشاهدينا الحين. ومعنا أيضا كذلك أحد المغتربين من نيوزيلندا حفص الفنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي خلفان وأختي مشاعل. أهلا وسهلا أخونا حفص عالفن العريمي أتوقع، صحيح؟ صحيح. حي الله حي الله. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا على التواصل الرائع. حتى وإحنا في الغربة تواصلت معنا ومع الطلاب في أستراليا أو في دول أخرى. تستاهل. شكرا جزيلا تستاهل. لكم تستاهلون طبعا. انت فاتتك المسيرات في صور العفية، فاتتك الرزحة، فاتتك كل شيء. شفت في الأخبار صحيح. شفت المسيرات صحيح اللي كانت في العفية. هو صحيح يعني من وصلنا الخبر طبعا أول شيء سويناه فتحنا على قناة عمان نتابع الفرحة في عمان، لأن أجواء رائعة وكنا نتمنى أن نكون موجودين في هذه الفترة، فترة الفرح، فترة الشفاء لجلالة السلطان، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. كيف عندك مشاعر؟ خبرنا يا حفصة، أنتوا يمكن عدد الطلاب في نيوزيلندا يمكن مش بالعدد الكبير، خلينا نقول ولا الصغير بعد ولا الصغير، لكن يعني صحيح. يعني فارق التوقيت بينه وبينكم تلقيكم للخبر، إيش المناسبة، إيش الفعاليات اللي أنتوا خططتوا لها واللي حابين تعملونها، كيف كانت الفرحة معاكم؟ جميل جدا. فعاليات نتمنى أن تكون هناك الفعاليات، سيكون هناك ملتقى الطلبة العمانيين بإذن الله هذا الأسبوع، نهاية جميل. الأسبوع في مدينة دنيدن إن شاء الله. إن شاء الله. وهو ملتقى الطلبة العمانيين العاشر إن شاء الله، وستكون في معظم فعاليات الاحتفال بقدوم جلالة السلطان، وذلك برعاية القنصل الأسترالية وكذلك القنصل الفخري هنا في نيوزيلندا. وتلقينا الخبر صراحة، تعلمون أن فارق التوقيت 9 ساعات بيننا وبين عمان، فكنا نايمين في فترة تلقينا الخبر. فأول شيء من هضمة وشفنا التلفونات والواتساب والإنستغرام كله تقول أنه وصل السلطان قابوس، عمتنا الفرحة جميعا هنا الحمد لله. ومعظم الشباب كان اليوم كامل هو تكلم عن السلطان قابوس، وصول مبارك، وصول سالم، كنا والوصول المبارك طبعا، وكنا نتمنى صراحة أن نكون في هذه الفترة نكون في عمان صراحة ونشارككم هذا الشعور الرائع. إذن أنتم لابد أنكم تبدعوا في مسألة التعبير عن الفرح، عن هذه السعادة التي تغمركم بعد من خلال يعني مسيرات وأشكال أخرى أكيد. تتفردوا فيها عن الموجود في السلطنة إن شاء الله. صراحة
ذلك اليوم كان يوم سعيد جدا، فمعظمنا كان مع شعارات عمان لابسين على صدورهم. وأتذكر أن أول ما سمعت الخبر يعني خرجت من البيت ورحت معلم في أوكلاند، هو أطول برج في أوكلاند، صورت شعار عمان وكتبت على الصورة نحن من أقصى الأرض لك سيدي أو مطيعين. فهذا شعور جميل جدا، فنتمنى أن تكون هناك فعاليات جميلة أكيد في إدارة جمعية الطلبة العمانيين هناك في دنيد إن شاء الله. أكيد، وأنت راح تتحفون وراح تبدعون بمناسبات وطنية، وأكيد راح تتعرفون على يعني طلاب جدد راح يجمعكم هذا الاحتفال، وهذا راح تقدمون أجمل ما عندكم، راح تكونون يعني خاصة اللي يكونون خارج عمان دائما أنا أقول يعني يبدعون في حب الوطن لأنهم ذاقوا الغربة. صحيح. وعرفوا قيمة بلادهم وعرفوا إيش كثر عمان تسوى. صورة جميلة عاكسة بالنسبة. صحيح، لأن مرارة الغربة في كل الدول تكون مرارة قوية، خاصة إذا في الأفراح أو الأعياد الوطنية أو الأعياد سواء كانت عيد الفطر أو عيد الأضحى، تكون المشاعر جياشة وحزينة جدا مع الفرحة في الأعياد ولكن حزينة في البعد عن الوطن الغالي. ما علي، أنتم ما تسووا نفسكم حفص، ما تسوي نفسكم محرومين وكذا، يلا عبروا بطريقتكم زين وعوضوا عوضوا عبروا بالموجود. لكن بشكل عام الألفة هنا بين الطلبة العمانيين هم الذين يعني يصنعون الوطن في الغربة. يلا الحمد لله، نسأل لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح. موفق أخي حفص الفنان من نيوزيلندا، شكرا جزيلا على التواصل. شكرا جزيلا، شكرا لك حفص الفنان. مع السلامة. إذا متواصلين معكم مستمعينا لغاية الساعة 4 بإذن الله، اللي حاب يتواصل معنا على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول ألو. نقرأ تويتر وإنستغرام ورسائل لغاية ما يجهز معنا أو تجهز معنا مكالمة. أم جنان تقول مساءات وطن تحية، نحبه نحب نحبه ونعشقه وقائد بكى له شعبه وفاء، مساء فرحة وطن عادت له الروح بسلامة قائدها، أبشري قابوس وجا. سليمان بن سعيد العاصمي، مساء الورد أستاذ مشاعل، فقدناكم وتحية لطاقم البرنامج الرائع منورين، وتحية للأستاذ عفرة وسيف لثالي والمخرج. يسعد مساك يا سليمان. طبعا معنا مكالمة من هايدي العامري، هايدي رسلت رسالة بس ما لحقنا نقراها. السلام عليكم، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. وعليكم السلام هايدي، احنا تعودنا نسمع صوتك في أفكار وطموح. هي انقطعت عنكم فترة بسبب انشغالي في الدراسة. يلا الله يوفقك إن شاء الله. اليوم سمعت البرنامج، قلت لازم أشارك فيه صوتي. جميل جميل، مشاركة صوتية وخاصة يعني بمشاركتنا بعودة القائد. سمعتي للمقاطع يا هايدي؟ هي سمعت، يعني أثر فيني بصراحة. كيف أثر عليك؟ لأن هو صح كان طالب بعيد عنا، بس يعني حسينا بنقص وهو بعيد عنا، حس هو نبض للشعب والدولة يعني. نعم طبعا هايدي، انت اكيد حابة كذا تقولي كلمة بخصوص هذه المناسبة. انا بصراحة اني الشعب العماني على رجعة سلطان قابوس، الله يحفظه ان شاء الله يطول في عمره. امين يا رب ان شاء الله، لانه يعني هو بصحة وعافية. امين يا رب. يلا الحمد لله على كل حال، هي مشاعر صادقة أيضا، مثل مشاعر ما يقال صادقة، أنه هناك ما في تمايز في المفردات، لربما الواحد أيضا يفقد المفردات. طبعا هايدي مسألة التعبير، هايدي رسلت رسالة يا خلفان تقول نعم. أيامكم أفراح وطنية قابوسية عادت له الروح بسلامة القائد، أبشري قابوس وجاء. هايدي العامرية تعبير من القلب إذا يا هايدي على هذه الكلمات الجميلة في حب القائد حفظه الله ورعاه. شكرا جزيلا يا هايدي، شكرا. العفو، شكرا لكم. أحسنت، في أمان. تحية حب وإخلاص أبعثها للوالد القائد جلالة السلطان قابوس يحفظه الله عبر أثير إذاعة الشباب، وتحية لجميع المستمعين ولطاقمكم. لدانيدين، دانية دانا لدانيدين،
يا دانا لداني دين داني يا دانا لداني دين داني يا دانا هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي مرحبا الغالي فداك الروح مالي وحالي بكم قابوس راسنا عالي عظيم الشان عاش سلطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني كريم الجود سيد الوافي دعينا الله ظاهر وخافي عساك بخير دوم متعافي حفظك الله رمز أوطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني خذانا الشوق شوفات القايد وجيت الدار للوطن عايد بشاير خير قرة عياني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني نحب قابوس والله العالم نعم قابوس فخرانا الدايم عساك بخير سالم وغانم يا تاج العز فخر العماني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني سلطاني عطيت الشعب سيدي قودك نعيش بخير في حما عهدك نقبل دايم سيدي يدك ملكت الروح كل وجداني هلا مولاي سيدي الغالي حفظك الله وعاش سلطاني مثيلك من قدم الشعب مثيلك من شعبه يحب زعيم الخير يحفظه ربه ويعيش بخير طول الازماني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله وعاش سلطاني هلا مولاي سيد الغالي حفظك الله أبشري قابوس جاء يوم عودته يوم البشرى يوم العودة المترقبة فهنيئا لنا هذه العودة الغالية وتظل أرواحنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لقائدنا الأبي بأن يحفظه ربنا لنا ويحميه ويمد في عمره أعواما وأعوام. إذن أبشري قابوس جاه هذا ما نراه هذا أيضا مظاهر الفرح المختلفة التي نشاهدها على أرض الوطن
من صلالة، من أقصى عمان إلى أقصاها، من صلالة إلى مسندم، تتنوع أشكال المسيرات، منها المسيرات البحرية ومنها المسيرات البرية، ومنها ما تكون مسيرة برية ترافقها مسيرة بحرية. بالفعل تلقى يعني هذيك القوارب فيها الناس موشحين بالأعلام، ما نروح بعيد هني، رافعين صور صاحب الجلالة في مطرح، في مطرح، مسيرة مطرح، ولاية مطرح ومسقط، معظم الولايات الساحلية بالفعل، يعني جميل، مشهد رائع مستمعينا. يعني كل ولاية تميزت بطابع مميز، والفنون الشعبية كانت ترافقهم، الهجن، الخيول، كل يعني الكل كان ملحمة واحدة. كانت تتنوع أشكال المسيرات، ولكن تتشابه مشاعر المواطنين حبا لهذا القائد العظيم مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى. طبعا يحتفلوا بهذه العودة الكريمة الميمونة لمولانا حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن سالم معافى. وأيضا لحد الآن يعني والله الحمد، يعني عاد كم يوم من وصل صاحب الجلالة، لكن مثل ما قالت إيمان سنانية اللي في إسبانيا أستراليا، كأنه اليوم، يعني كل يوم نعيشه كأن اليوم هو الخبر. الله. يعني بالفعل رسالة أيضا تقول: قابوس، على طلتك زان المسا بعيون شعبك، من لميس الحسنية. تحياتي لطاقم برنامج شباب على الهواء، أنت جزء من طاقم برنامج. نعم. شباب على الهواء. فعلا شكرا على الرمزية الجميلة يا مصطفى، دائما ما تتحفنا بهذه الرمزيات الجميلة التي تسبق كل حلقة من برنامج شباب على الهواء. أطيها العافية، كل الشكر وتقدير للميس. مكالمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا اخبارك، طيبين، احنا بخير يا بدر. الحمد لله بخير، وانت بصحه وسلامه يا بدر البوسعيدي، حياك الله معانا. يا مرحبا، سهلا فيكم في برنامجنا شباب على الهواء، مقدم السعد ووصول القائد وفرحه شعب ايا كانت. وابشري قابوس وجاء، تعددت العناوين لكن تبقى الفرحه، فرحه الفرحه كبيره يا شباب. اخويا خلفان، ونحن نحتفل بمقدم الميمون لصاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه وأدامه لهذا الوطن الغالي. والحمد لله رب العالمين، احنا كسائر الشعب العماني هنا من حقل الصفا، من المناطق النفطية، نحتفل مع الشعب بالقدوم الميمن الميمون لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، والفرحة تغمرنا. والحمد لله رب العالمين، باسمي وباسم زملائي العاملين في حقول النفطية، أرفع أسمع آيات التهاني والتبركات للمقام السامي، والله يدومه على رأسنا، والله يحفظه ويلبسه الثوب الصحة والعافية إن شاء الله. آمين يا رب، آمين، اللهم يا رب. آمين، شكرا شكرا. وأختي مشاعل نفس الشيء، هنا المسيرات ما شاء الله، من أول ما تلقينا البيان الصادر عن الديوان والمسيرات هنا في الصفة بالذات والشركات المتابعة، ما شاء الله كل العمانيين والوافدين خرجوا بمسيرة مسافة تقريبا كيلو ونص ما شاء الله. تبشرين بالمقدم الميمون، والحمد لله رب العالمين. طبعا انت تتكلم عن ولاية أدم صحيح؟ لا، هو يتكلم عن الصحراء، مكان العمل، عن الصحراء، حتى من الصحراء بالضبط. ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. والله لو كان في صور وأثناء المسيرات بالفعل، أنتم كعاملين في الشركات في تلك المنطقة كان زين. يعني أنتم يحتاج لكم تقرير خاص بأمانة. أمانة والله نحن يعني بعيد عن الإعلام، لكن الحمد لله شباب مقصرين. ولا يهمك يا بدر، بدر أنا موجود عندي موقع الفيسبوك، على موقع مالي بدر البوسعيدي، بتشوفون الصور ما شاء الله، يعني ألا إرادية، مسيرة ألا إرادية بدون تنظيم مسبق. خلاص يا بدر، حتى برا على طول، أي واحد حاب يشوف الصور على طول يدخل فيسبوك بدر البوسعيدي، خلاص بدر، وعلى طول بيحصل الصور إن شاء الله. إن شاء الله بدر، خلاص إحنا بنجيك لصفاء. والله زورونا، تنور المكان. أنتوا تستاهلون بأمانة، يعني خاصة وأنتوا على رأس عملكم، بالأخص اللي في حقول النفط، يعني دائما يكونون مبتعدين لمدة أسبوعين، يرجعون أسبوعين، فترات. الحمد لله. شكرا، واجب نشارك. شكرا جزيلا، المقدم الميمون. شكرا لك. الله يسلمك. مع السلامة. على طارق ذلك المسيرات، مسيرات الفرح والولاء والعرفان،
الموجودة في ولاية أدم مثل ما أسلفت قبل قليل. كانت مسيرة كبيرة نظمها أهالي ولاية أدم احتفال بالمقدم الميمون يوم أمس. كانت مسيرة طويلة عريضة وأيضا رافقتها العديد من الفعاليات، منها استعراض الفرسان لفروسيتهم وفعاليات أخرى من الفنون الشعبية المختلفة، ومثل ما نرى في مختلف وسائر الولايات في مختلف محافظات السلطنة يبتهجون فرحين بالمقدم السامي لمولانا حفظه الله ورعاه. الحمد لله. طبعا متواصلين معكم مستمعينا مع تغريداتكم وصور جميلة كل اللي حاب يشوفها مستمعينا من مسيرات، من احتفالات، من صور أطفال. الفرح يختلف من شخص لآخر، والتعبير أيضا يختلف، والكلمات تختلف، لكن كل حاجة موجودة على شباب راديو أمان في حسابنا. مستمعينا متواصلين معكم في هذا البث لشباب على الهواء، لكن بعد ما نرجع بعد رفع أذان العصر. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عماننا في حماق أبوس، مسعدها ما ترتضي غير الأول دوم في العالي، وتنور الدار خير بشوف قايدها أبوس للسلطنة هو ستر وظلالي، أوفى وعود التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما أبوس مسعدها، ما ترتضي غير الأول دوم في العالي، وعمان في سماء الأمجاد توجدها، في حبها شعبها شجعان ورجالي، وتنور الدار خير بشوف قايدها قابوس للسلطنة هو ستر وظلالي، أوفى وعود التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما قابوس مسعدها، ما ترتضي غير الأول دوم في العالي. حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، يحين الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا، وقبل قليل رفع على مسامعكم أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها. الأمجاد توجدها بيحبها شعبها، شجعان ورجال أمان فيها الكرب مدام رايدها، كريم وقلبه رحوم في كل الأحوال، بكل قناص يرمي ودوم صايدها، قابوس صاد الزمن الأول مع الحالي، مسيرة بالوفاء قابوس قايدها، والشعب حقق بجهده كل الأمالي، كل الناس تشهدها، من فضل ربي شهدها شعبه الغالي، أمان فيها الكرم مدام رايدها، كريم وقلبه رحوم في كل الأحوال، بكل قناص يرمي ودوم صايدها، قابوس صاد الزمن الأول مع الحالي، مسيرة بالوفاء قابوس قايدها، والشعب حقق بجهده كل الأمالي، في طفرة العز كل الناس تشهدها، من فضل ربي شهدها شعبه الغالي، يا سيد عهودنا دايم نجددها، كلنا تحت أمرتك أشر ولا تبالي، أمر على الأهداف يلي تحددها، من رد دون الهدف لو نفقد الحالي، كهودة بشوفك جاي رددها لك الولا والوفا يا طيب الفالي، يا سيد عهودنا دايم نجددها، كلنا تحت أمرتك أشر ولا تبالي، أمر على الأهداف يلي تحددها، من رد دون الهدف لو نفقد الحالي، وعمان في شوفتك قابوس عايدها، يا منور الدار مالك ند وامثالي، شعبك عهودة بشوفك جاي رددها لك الولا والوفا يا طيب الفالي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب على الهوى يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا، وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا،
بالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى, شباب على الهوى, شباب على الهوى. تشدو لك الأشواق أهلا سيدي, ويقول هذا الكون قد جاء النقي. فتأنقي أمي عمان تألقي, واستبشري يا حبنا المتدفقي. يا شمس فرحتنا فيقي وافخري, قد عاد قائدنا فهيا أشرقي. قابوس يا درس المحبة والرقي, لا يحتوي التفسير علم المنطقي. قالوا وصلت فخر قلبي ساجدا, وانهالت الدمعات غير مصدقي. أبقاك رب العالمين مؤيدا, ما قد مضى من عمرنا ما قد بقي. رقي ناصر, أبشري قابوس جا. أبشري قابوس جا. وعندما تكون عمان هي القلب فإن قابوس هو النبض, وعندما تكون عمان هي العيون فإن قابوس هو الرموش. وعندما وعمان وقابوس قصيدة شعر هي قافية القصيد, وعمان حروفها أبو اليازي العلوي. يسعد مساكم مستمعينا, متواصلين معاكم إن شاء الله لغاية الساعة 4 في هذا البرنامج شباب على الهواء. بدينا بدري اليوم, بدينا من الوحدة, إن شاء الله متواصل لغاية الساعة 4. ما باقي شيء عاد, بقت كمين دقيقة وراح نخلص. اليوم كانت حلقة استثنائية مشاعل. بالفعل شاركنا الصغير الكبير, المتابعين بصمت باحوا, اللي كانوا يرسلون حبوا أنهم يشاركونا بأصواتهم في سالفتنا الشبابية لليوم مقدم السعد. جميل, إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام, ونقرأ بعض الرسائل النصية اللي وصلتنا على حسابنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعودة صاحب الجلالة حفظه الله. فرحة المرضى أو فرحة المرضى قبل الأصحاء, والفقراء قبل الأغنياء, فهم أكثر إحساسا بها. وحاولت أتصل أكثر من مرة ولم يقبل اتصالي إلا مرة واحدة فقط. تحياتي لمحسن الفقيه, فهو الوحيد الذي تكلمت معه. سعيد الهاشمي, شكرا لك. سعيد الهشامي, سعد لنا مساك إن شاء الله, وإن شاء الله كذا صوتك واصل بإذن الله. أيضا هزاع العيساي, أي حب زرعته يا مولاي في قلوبنا, حماك ربي وأدامك لنا ولعماننا العزيزة. من صلالة إلى السويق, تحياتي لكم ولبراءة أطفالنا. درب السلامة نقولهم إن شاء الله, الله يحفظكم. هلا هلا في الدرب, دائما نقولكم عن السرعة دائما كذا. صحيح احنا قاعدين نعيش أفراح, قاعدين نعيش عودة جميلة للوطن, ويعني أيام جميلة قاعدين نعيشها. فلا نريد نعيش كلها أفراح, يعني ما ننسي أنفسنا سواء كان بحوادث في السير, لابد من الانتباه والالتزام بقواعد المرور. وكذلك دائما متواصلين معاهم ونقول سلام عليكم. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ احنا بخير وبسعادة, قاعدين نعيش فرحة وطن. كل عام انتم بخير وعساها نعمة دائمة. امين, آمين يا رب. علينا وعليكم ان شاء الله جميعا. لو تعرفنا باسمك اخونا العزيز. خليل من خلفان آل ثاني. خليل من خلفان آل ثاني, حياك الله. من وين تكلمنا؟ والله من الداخلية, من سنقة. اهلا وسهلا بك, اهلا وسهلا بك يا خليل. أهلين فيكم, وأخباركم كيف؟ الله أمين, كيف الصحة؟ نشكر الله كل شيء على ما يرام. أخي العزيز, أتوقع حاب شاركنا في موضوعنا لليوم, حلقة استثنائية في حب السلطان. والله إحنا شعور ما يوصف هذه الأيام وهذه الأسابيع الجميلة. نعم, المسيرات أطفال وكبار وصغار. جميل. انقطع الهاتف, كل التحايا لكم مستمعينا, وناخذ مكالمة ثانية. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسليمان العاصمي. مساء الورد. مساءك فرح, مساءك وطن, مساءك سعادة يا رب. مسيرات.
يا هلا فيكم الله، وتحية حق الأستاذ خلفان والأستاذ ذقلال الأستاذ عفرة وسيف الهلال على جهودكم في البرنامج. حياك الله، حياك قلب من الواجب. شكرا جزيلا. يا هلا. رجع من تايلاند ولا لا؟ رجع خلاص. رجع وشرفنا في البرنامج ما شاء الله. ايه ما شاء الله عليه، يعني فاتني عليه. فاتك ما علي الايام جايه. قالكم شيء اهم شيء؟ يعطي الصحه والعافيه ما قصر، يعني من شهادات تكريم، من حلوه عمانيه وزعها لطاقم شباب العراق. نساني انا ما نساك، هو موجوده. خلي عندك ما تجاوبي عنه، هو موجوده طال عمرك، سلم عنك لو ما موجود ما عليك. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا شكرا يا سليمان، كيف امورك؟ كيف احوالك؟ والله الحمد لله طيبين، ما دام نسمع لهالبرنامج والفقرات الجميله اللي نسمعها معاكم يوميا ما شاء الله عليكم. اكيد سمعت لفقره الاطفال وفقره كبار السن التقارير اللي سجلناها يا والله سمع. انا بامانه قدت من كلمه شكر، يعني ما شاء الله عليكم بسيتونا كلام معبر من الاطفال، يعني ما شاء يعني رسالتهم وصلتوها انتم طبعا للمجتمع ولجلاله السلطان وكل الناس سمعوها عبر طبعا اذاعه الشباب وبرنامج شباب على الهواء. وشكرا على جهودكم طبعا في هذه الفقره المميزه. الوطن يستحق، وقائد هذا الوطن يستحق اكثر، وانتم ايضا تستحقون يا اخوي سليمان. كذلك لو فعلنا المستحيل ما بنوفي طبعا في حق قائدنا الوفي طبعا لشعبي، ونقول ان شاء الله تكون اخر اوقاعك في ايدي قابوس ان شاء الله باذن الله، وما تشوف اي مكروه طول حياتك ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. مشاعر هؤلاء الاطفال يعني يمثلون مشاعر الاطفال في كافه انحاء البلد. والله امس كان ما شاء الله استاذ خلفان معنا مسيره في عدم، وكان ما شاء الله يعني الاطفال المسيره كانت تبدا الساعه 4، الاطفال الساعه 1:30 موجودين عاد في المكان، يعني حاملين صور الاعلام، وفي اطفال بامانه يعني شفت بدره جميله عندهم كاميرا للتصوير ما شاء الله، هم صغار يعني هم صغار وجالسين يصور بامانه. كان تحيه للشباب طبعا في البلد طبعا الاعلامي طبعا الاستاذ ناصر الخصيبي وسليمان الخصيبي عملوا جروب وقاموا يوزعوا قبل المسيره للشباب اللي عندهم كاميرات يكونوا يتواجدوا، ما شاء الله وصلوا تقريبا 40-45 شخص يعني كلهم بالكاميرات للتصوير، وبعد المسيره جمعوا هذه الاشياء ويريدوا يعملوها مثل الفيلم، يعني فيلم او المهم حاجة يبثوها طبعا. يلا كل توفيق لكم إن شاء الله، وأنتم أيضا تشاركون الشعب العماني كافة هذه الأفراح والمسابات فيما يتعلق بوصول حضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم إلى البلاد سالما معافى. وإن كنت وقتها سليمان لما استقبلت الخبر خبر عودة صاحب والله إحنا كانوا راجعين من العمل وجالسين طبعا في السكن، وكان الرسائل تهل علينا طبعا في التواصل الاجتماعي، وكان ما مصدقين يعني، وفي الاتصالات وفي شباب رايحة جاي حتى كان ما وافدين ما شاء الله عليهم يعني ينقلوا الخبر يعني وفرحانين، بس احنا كل ما سمعنا شيء اصلا من الموقع الرسمي طبعا من التلفزيون او الاذاعه طبعا. بعدين لما تاكدنا من الخبر وما شاء الله فتحنا التلفزيون وشفنا وصول مولانا يعني فرحه كبيره ما تنتصف، يعني بامانه حتى الامهات وحتى الاطفال يقبلوا صور صاحب الجلال ويقبلوا التلفزيون وفرحه بكاء، هي فرحه كبيره طبعا لمولانا على وصوله، ونقول ان شاء الله تكون اخر اوقاعك ان شاء الله. حب متبادل وعلاقه حميميه متبادله بين القائد وبين شعبه، والله الحمد نسأل الله أن يعني يديم علينا هذه الأفراح وأن يجعل لنا سلطان البلاد المفدى ذخرا لها. طبعا إلى البرنامج لإسرة البرنامج جميعا طبعا إدارة فريق التضامن بأدم وللإعلامي طبعا مراسل العمان قريب تعمان الأستاذ ناصر الخصيبي يقدمكم تحية كبيرة بوصولكم وتواصلكم الدائم طبعا في الفعاليات في ولاية سدام. الله يسلمكم جميعا إن شاء الله، لهم كل تحية وشكر. شكرا يا سليمان. شكرا لك أستاذ خلفان. شكرا لك سليمان، وشكرا طبعا تواصل جميل منكم مستمعينا في حب القائد، يعني كلمات معبرة من أشخاص من مختلف الأعمار أينما كنتم وأينما حللتم الله يحفظكم إن شاء الله. معنا مكالمة أخيرة أم وائل. الخير، أبشري قابوس جاء. أبشري قابوس جاء، مسائك وطن يا أم وائل. وعليكم السلام. عليكم السلام. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. حياك الله أم وائل، من وين؟ من ولاية بركة. بركة ما شاء الله. أيوة، حبيت أقدم أحر التهاني والتبريكات لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس السعيد المعظم، وأقول طهور يا مولاي، وشعبك يحبك وإحنا نحبك. إحنا في ولاية بركة من شهرين مزينين الشوارع والبيوت، ننتظر عودته من يوم على يوم، يعني نحسب الأيام. الحمد لله. الحمد لله. ها هو اليوم بيننا. الحمد لله رب العالمين، وفرحتنا كبيرة، وأمس كنا مسويين حفلة كبيرة في بركة ما شاء الله، يعني الأولاد والأهل والآباء يعني ما مقصرين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حتى كانت مسيرة ولاية بركة مسيرة حاشدة يعني مثل ما شفنا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كانت مسيرة كبيرة. شاركت فيها؟ ثلاث أيام شاركنا الحمد لله رب العالمين. جمعية المرأة العمانية بولاية بركة شاركت يعني، والحمد لله. وعندي بنت تدرس في بريطانيا، كانت يوم وصول صاحب الجلالة هي جلسة تراسلني، يعني كان رسائل يجي على الواتساب، فكانت تسألني ما كيف يعني صح الخبر ولا لا. قلت له والله ما أعرف صراحة هل هو الخبر صحيح ولا لا، بعدنا ما متأكدين، ما يعني ما التلفزيون ما بين لنا أي شيء يعني ما نعرف. فسبحان الله يعني الحمد لله كانت مفاجأة جميلة. نوجه لها تحية إذا. نوجه لبنتك تحية، إن شاء الله تقر عينك بشوفتها برجعتها بإذن الله. آمين يا رب. حتى تقول لي ما يعني أنا لما شفت الخبر يعني على تليفون وكذا يعني بكيت، وبكيت يعني بكاء سبحان الله. تمنيت أني أكون عندكم وأحضر هذا الاحتفال وأكون اليوم معاكم، بس سبحان الله. الحمد لله. إذا مشاعرها لا تقل عن مشاعر أيضا المغتربين خارج البلاد، سواء كان الدراسة أو العمل، مثل ما أخذنا المغتربين بالفعل في حلقتنا لليوم. يعني كانت مشاعر جياشة، صحيح. كانوا يتمنى أن يكونوا بيننا، ولكن شاءت الأقدار وكانوا موجودين خارج البلاد، ولله الحمد. نسأل الله التوفيق للجميع. شكرا لك يا أم وائل على هذا المكالمة. شكرا شكرا، كل عام وانتم بخير يا رب، افراح عامه يا رب. مع السلامه. انت بصحه وسلامه حبيبتي، انت بصحه وسلامه. مع السلامه عزيزتي، مع السلامه. إذا رسائل كثيرة وصلتنا مستمعينا، مثل ما قلنا كل من عبر بأسلوبه بطريقته بكلماته. أبشري قابوس وجاء مقدم الخير، مقدم السعد على عمان، نحن خلفك ماضون لا شقاق ولا فتن. الحمد لله رب العالمين. نعتذر على عدم مقدرتنا من قراءة الرسائل، لأن هناك رسائل كثيرة جدا وصلتنا سواء على تويتر أو على الانستغرام أو الرسائل النصية القصيرة. نقدم لكم اعتذارنا على عدم استطاعتنا لقراءتها، وكذلك المكالمات الكثيرة اللي واردتنا. إذا عمان تواصل أفراحها وتبتهج السلطنة بهذا المقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى من أقصى عمان إلى أقصاها. وتوقع أنه حتى في الأيام المقبلة وخلال هذا الشهر بيكمله عمان تحتفل، ولا تزال تحتفل، وستظل بإذنه تعالى تحتفل إن شاء الله. بإذنه تعالى إن شاء الله. نهني أنفسنا ونهني جميع الدول العربية والمجاورة بقدوم الميمون، بقدوم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الله يحفظه يا رب، والله يطول بعمره، والله يديمه يا رب دخر لهذا الوطن المعطاء. وإحنا دائما نقول دائما ونردد أبشري قابوس وجاء، ولك يا قابوس بالنبض دائما كذا في قلوبنا، نبض ينبض بحبك بولائنا لهذا الوطن دائما. في كثير رسائل وصلتنا ان حابين يسمعون المقاطع اللي سجلناها مستمعينا، لكن احنا راح نختم معاكم ونخليكم مع المقاطع تسمعونها. كانت معاكم في الاعداد مشاعل بن سعيد القاسمي، وعبر ناقل الصوت مشاعل وزميلي خلفان بن سعيد العامري، وكذلك في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد هلالي، وأيضا مصممة الرمزيات لميس بنت بدر الحسنية. وفي الأخراج كل التحايا وكل الشكر لمخرجنا جلال بن ربيع الخويطري. أبشري قابوس وجاء. في أمان. أبشري قابوس.